عسلامة ومرحبا بكم في اعداد جديد من برنامج في اسبوع. ردود فعل عديده اثارها خطاب رئيس الجمهوريه باجي قائد السبسي نهار الاربعاء بين من يعتبر انه هام للرسائل العديده اللي تضمنها وبين من يعتبر انه خالي من اي قرارات او مبادرات ترتقي لمتطلبات الوضع الحالي. عن هذا الخطاب باش نحكيو الليله بحضور ضيوفنا سي المنذر بالحاج علي نائب بمجلس النواب، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك. ايضا سي زياد الاخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهه الشعبيه، اهلا وسهلا بك. نائب مجلس النواب الشعب زاد. قلت له نائب مجلس النواب الشعب. لا هو زميلي. ونائب اكيد نائب مجلس النواب الشعب، تحب الصفات الثلاث معناها. مرحبا بك. ومحلل البرنامج طبعا زميلنا نور الدين المباركي، اهلا وسهلا بك. من بعد شويه باش ينضم لنا سي عبد اللطيف الحناشي الاستاذ الجامعي. كما عودناكم نبداو حصتنا في اسبوع فقره احوال البلاد، وزميلتنا ايمان السيد خيرت وانها تخرج الشارع وتسأل التوانسة عن قيمة العمل التونسي، خدام ولا مش خدام. نشوفوا الروبورتاج هذايا اللي أشرفت على المونتاج أنيسة الزواوي، ونرجع ناخذوا تعليق من ضيوفنا الكرام. العمل هو أساس الحياة وضروري للنهوض بالأمم والشعوب، لكن ثقافة قيمة العمل يبدو أنها تدهورت في تونس بعد الثورة. اليوم للأسف فما شكون ولا يميل للكسب السريع والمريح دون تعب أو جهد، وهذا ما كشفته الأرقام اللي جات في دراسة أعدتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، واللي قالت أنه نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت في السنوات الأخيرة بنحو 60%، و 80% من الموظفين حاضرين قانوناً عبر تسجيل حضورهم لكنهم في الواقع متغيبين ذهنياً. الدراسة زاد أكدت أنه التونسي يخدم 8 دقائق في اليوم، الأمر اللي خلانا نتسائلوا وين نحن من ثقافة العمل والبذل والعطاء، وهل أنه التونسي ما يحبش يخدم أم أنه ظروف العمل هي اللي دفعته للتقاعس؟ أسئلة توجهنا بها للشارع التونسي اللي تباينت آراؤه بين اللي يقول أنه تونسي خدام وبين اللي أكد أنه كركار ويشكي من تردي خدمات الإدارة التونسية وكثرة الغيابات. خمسة في المئة تقام خدام، أما الباقي كل يحبوا يروحوا بكري، ماركة العشرة التسعة مضى بيه في الدار، مضى بيه يبقى يفركس على اللونج ديري وفركسك على الرخص معناتها الثقافية وغيرها، مش خدام بصراحة. كان جاي يخدم رانا لاباس علينا، بلادنا باهية ومزيانة، شو ناقصها؟ اللي ناقص في تونس لا موتيفاسيون تاع العباد، معناها كيما تشوف الأوروب يخدموا سير أوبجيكتيف، دونك تعطيه أوبجيكتيف يخدم عليه ياخذ البونيوس نتاعو، دونك يعطي ما عنده. اللي هو مش موجود برشا في تونس هذاك اللي يخلي شويه توانسه كركره شويه. ما تنجمش تدخل بير وما تخدمش، ما تنجمش تبدا عندك خدمه وما تخدمهاش، خاطر ما نعرفش انا، خاطر لا يزي معناها تاكلها حلال ولا يزي لي سوبيريور ما تصورش انه يخليك معناها ما تكركر. الخدمه اللي كنا نخدموا فيها احنا ما عادش موجوده، وثقافه العمل ما عادش موجوده، فما ثقافه اعطيني. سادبون انت والشخص. انت والشخص، كاين شخص خدام في الدنيا راهو بيان سور باش يخدم خدمته بالكدا، كاين ماهوش خدام ينجم يخدم حتى اقل من 8 دقائق. لا مش صحيح، لا عليه 8 دقائق، فما اللي يخدم الوقت الكل، هاو انا موظفه. عليه انت وضمير الانسان، ما نجمش نقول لك، كل انسان وضميره شنو هي، واحد يلزمو يخدم ويحلل فليساتو. كنت تعرف انت كيفاش تخدم؟ نسيت تخدم عندها رب، والرجال قاعده في الدار ما يحبوش يخدموا، فهمتني؟ ما يحبوش يخدموا، ناكل في القهاوي. راهو تونس في خطر في العمل، هذا اجى غدوه، هذا تجي ماضي ساعه عملوا لهم التوقيت هذا نتاع ماضي ساعه، الناس تشد من ساعتين ونص، والبيروات مسكره، وفما فما ناس ثمانيه غير اربعه، ثمانيه ونص تسعه مش موجودين. نورمالمون فما ناس عاد تخدم في شركات ومؤسسات عموميه وحكوميه متواجدة تخدم عندها 30 سنة و 35 سنة، وعلاش ما يعملوش لاسينسمون ويدخلوا روح جديدة وناس شباب صغير يدخل جديد يبدا مغروم بخدمته، معناها يعطي البلوس. بصفة عامة يظهر لي تونسي خدام، والبلاد هذه قامت على الخدمة، وسينو من الاستقلال كان مش الخدمة وعرق الشعب وكل شيء ما نوصلوش للمستوى هذا. والله بناتي في عهدي أنا كان خدام، أون ترافايي بيان، نخلطوا ألوغ، نروحوا ألوغ،
سيتي بيان توا ما نعرفش يخدم يكون درج درجين هذا كانتارت والخدمه معناها يجيبها رب. في القطاع الخاص ما ثماش تكركير جمله بحكم عارف ديما وقف لك وبحكم ديما فما خدمه مش كيما القطاع الخاص كيما القطاع العام. اليوم وبالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي فإنه البلاد تحتاج لمضاعفة الجهود والتشمير على الساعد من أجل أعلاء قيمة العمل أمام تفشي ثقافة الكسل وتفاقم عقلية الخمول. وقبل ما ناخذ تعليق فوري من ضيوفنا الكرام خليني نرحب سي عبد اللطيف الحناشي. أهلا وسهلا بك، انضميت لنا للحديث عن خطاب رئيس الجمهورية. نرجع لقيمة العمل، نبدأ معك سي منظر بالحاج علي. التونسي خدام ولا مش خدام؟ الدراسات تقول أنه ما هوش خدام. أنت في واقع الحياة اللي شيء ثابت، شيء ثابت أنه حتى كان نخدمه كشعب ما بقيناش نخدمه كقبل. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كلها تفيد هذا بدون استثناء وبدون دخول في الجدل في الأرقام اللي قالت في 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 الروبورتاج اللي هي أحيانا موضوع جدل وكذا إلى غير ذلك. ما بدون هذا الإشكال هو أنه ثم ثلاثة ولا أربع أسباب: عدم توفر الحوافز الكافية، عدم تعصير الإدارة، عدم نقلة نوع إحداث نقلة نوعية في المؤسسات، عدم أيضا إشاعة ثقافة العمل. المسائل هذه وربما مسائل أخرى، المناخ الاجتماعي، المناخ الاستثماري إلى غير ذلك، تجعل أنه مانيش قاعدين نخدم. أن نعطي رقم باش نفهموا حجم المشكلة، هو بدون دخول في ملاسنات في الموضوع هذايا، حجم الكتلة نتاع الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام سنة 2010 6750 مليار. السنه باش نفوتوا ل 14. في الست سنوات عملنا نسبه نمو تقارب الواحد. يا سيدي خويا الديفيرنس هذه منين؟ ما لازم نخدموا باش نخلصوا. صحيح معقول الدنيا غلات وكذا الى غير ذلك والحكومات المتتاليه ما عرفتش تكبح يعني جماح الاسعار الى غير ذلك، ولكن الفرق هذا يلزم يكون ما ينجمش يكون من بقعه اخرى خلف من العمل. اليوم احنا في بلادنا في مفترق طرق، خاطر اذا كان نزيدوا الفوسفات يقف والبترول يقف والشعريات تزيد والماليه العموميه تزيد تغرق، وين ماشي سيدي خويا؟ وين ماشيين كما قلت لك النقطه هذيك؟ وين ماشيين؟ واضح. سي عبد اللطيف، طبعا المساله نسبيه بمعنى ان هناك ناس وهناك قطاعات تشتغل بشكل اقصى وهناك مجموعات بشكل ادنى وهناك المتوسط حسب القطاعات وحسب نفسيه البشر ايضا وحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي للتونسي بشكل عام. لكن بشكل عام ايضا اقول ان التحولات التي عرفتها تونس، مثلا لو كان اخذنا فتره الاستقلال الاولى كان هناك اندفاع قوي نحو العمل ونحو البناء نتيجه لوجود مشروع وطني وكل الناس تسعى للبناء والعطاء. بعد السبعينيات وخاصة منذ أواسط السبعينيات تحولت العقلية نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع التونسي، أثرت بشكل عميق في هذه العقلية. جاءت فترة الاستبداد من 87 إلى تقريبا حتى إلى الآن أصبح هناك تسيب فظيع جدا، ولهنا أصبحت مسألتين خطيرتان في تونس هي مسألة عدم احترام الزمن وكذلك عدم احترام العمل. الأسباب عديدة الآن تفضل السيد النائب ذكر بعضها، ولكن كما قلت هي نفسية واجتماعية وبشكل عام عقلية كذلك ومرتبطة بهذه التحولات. فبالتالي هنا يجب إعادة نظر في مفهوم العمل. من المفيد الإشارة إلى أن أول كتاب في تونس صدر حول أهمية العمل هو تقريبا في 62 أو 63، والآن تقريبا قبل خمس سنوات سي مصطفى الفلالي أصدر كتاب ضخم جدا حول العمل وأهمية العمل، ولكن للأسف يعني لا الإطارات ولا الناس ولا كذا تستفيد من هذه الكتب وهذه القضايا. نعم سيزيت، يعني نحب نوقف على الرأي اللي أعطته واحدة من المواطنات، قالت احنا في القطاع الخاص نخدمه، وأنا نحبكم تمشي وتشوفوا الخدامة تبدأ مروحة في الليل ونسيت تروح لديارها في الليل بعد كدح متاع 8 سوايع متواصلين فهم انتجي. وين المشكلة؟
يعني توا الحديث نتاع 8 دقائق هذاك مش صحيح. هي دراسه، هي في نهايه الامر دراسه. ما نسيتش معناها من المبالغات هذه ما نحبهاش. بقينا احنا يلزم نقولوا اللي في البلاد هذه جاء نهار واحد قال راهو الشغل امتياز، ماذا قالوا بن علي في بدايه التسعينات. يعني الانتداب في الوظيفه العموميه في القطاع العام ولا يتم عبر الولاء والقرابه الجهويه والحزبيه والى اخره، الوسطات. الوسطات دونك هذا يعطي اولويه صعب للناس معينين ويعطي حصانه لناس معينين ويخلق نظام ما عادش فيه التنافس والعمل وبذل الجهد لا يخلق نظام تاع انه ابقى انت في بلاصتك، معناها انت عندك امتياز الشغل ولا امتياز انت. هذه الحاجه. والحاجه الثانيه، احنا في منظوماتنا التعليميه في الاخر الطالب نتاعنا ولا المتعلم نتاع ابوه حتى وقت يوصل باش يخدم ما يلوش الشغل ما يلوش كذا يعتبر ان وصوله للشغل غادي تبدا راحته مش يبدا العمل، وهذا لازم ننتبهوا له. ولذلك احنا نراو اللي ثم برشا منظومات لازم تتبدل، منظومه الحوافز، العمل اللايق لازم يتوفر للناس، مواقع العمل، شوفوا المدارس، شوفوا المربين كيفاش يخدموا في اي ظروف تخدم، معنا شو المردود اللي حب يعطيه لك في الظروف هذيك. دونك هذا الكل يلزمنا نحطوه على الطاوله ونقولوا اللي كي نحسنوه تو تتحسن جوده العمل. نحب ننهي بحاجه، ما فماش شعب ما يحبش الخدمه، لانه عندنا احنا ثم مثال اللي ماثل قدام عينينا تو. الصين هذه امه كانت في التخلف كيفنا احنا، عام 49 ما كناش بعد على بعضنا. ها نشوفوا الصين اليوم وين وقيمه العمل وين واحنا وين. دونك كل شعب كي ياخذ بسبل المعرفه وتطوير نفسه وتجويد منظومات العمل فيه تو يوصل لنتائج جيده ويولي الناس تنجم تحب تخدم وتلقى راحتها في العمل نتاعها وتعتقد انها تقدم اضافه لنفسها وشعبها ولامتها ولدولتها في نعم. في العمل اللي تأدي. نعم نرجي. نعم هو موضوع قيمه العمل في الحقيقه مطروح منذ سنوات وطرح اساسا على خلفيه الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها البلاد وخاصه تقلص الانتاج وايضا ضعف نسبه النمو، بدا الحديث على اساس اللي كون التونسي معناتها في الحقيقه قيمه العمل عنده تراجع رغم انه بعض الارقام وبعض الدراسات على الاقل نرجع لسنه 2014 تحدثت انه قيمه العمل عند التونسي تحتل تقريبا المرتبه الثالثه يعني بعد العائله وبعد القيم. واعتقد المرتبه الثالثه ما هيش مرتبه خايبه، ايضا حتى على مستوى عالمي فان تونس تحتل المرتبه الرابعه، هذه ارقام تعود لسنه 2014 وقدمت في مؤسسات شبه رسميه. ثم انه حتى يعني المنظمات النقابيه تحدثت على اهميه قيمه العمل، نتذكر في اتحاد العام التونسي للشغل تحدث عن هذه المساله وضروره اعطاء قيمه لهذه المساله هذه. خلال السنوات الاخيره لاحظنا انه فعلا في الاداره التونسيه في الوظيفه العموميه طبعا من غير هنا الاساءه للاداره التونسيه لانه لعبت دور مهم جدا انه هناك نوع من التراجع وربما نسبه العمل او ساعات اللي قضوها في العمل محدوده. اعتقد انه المساله مرتبطه اساسا بمساله اساسيه وهي الحكومه عليه كلها وهي مناخ العمل. متى كان العمل مناخ العمل مناسب للابداع ومناسب للابتكار ومناسب ايضا العمل اعتقد انه هذا ينجم يدفع في اتجاه، لكن ما نلاحظوه في العديد من القطاعات في الحقيقه انه المناخ ما زال في حاجه الى تحسين. لما نتحدث عن المناخ راهو ما نتحدثوش فقط على الاجور ونربطوه بمساله يعني قصه الاجور اللي ارتفعت خلال السنوات الاخيره. مناخ العمل يتعلق بظروف العمل في ظروف التنقل الى الشغل الى غير ذلك من المسائل الاخرى. اعتقد انه اليوم مهم جدا انه ايضا نعطوا ورجعوا لقيمة العمل يعني مكانتها عند التونسي لانه فعلا من نجموا راهو نتقدموا اقتصاديين ومن نجموا نحققوا نسب اعلى في النمو ومن نجموا نتقدموا اقتصاديين الا باعطاء يعني العمل قيمته وايضا بايجاد هالمناخ المناسب. نعم باش نمشيو موضوعنا الرئيسي كما قلت. تفضل. ملاحظة. تفضل. كل حاجة للتوانسة غدوة صباح كيغسلوا وجوههم الصباح يخزروا روحهم في المراية. نخدموا احنا ولا مالناش نخدموا؟ ستو سكو جديد هذاك شنو نقول؟ نعم. تفضل. ما نمشيوش ما ندخلوش في الحوار الليله بالملاحظات. يركب في الكار السفرة ها؟ ساعة ونص من زمان باش يوصل لمقر العمل بتاعه عنده الجهد باش يخدم ولا لا؟ هو اللي يركب في الكار السفرة وضح عاد وتبدا معناها البيبان محلولة والناس هكا باش تيح هكا. هذا ينجم يخدم ولا لا وينجم يعطي أقصى ما عنده من جهد ولا لا؟ نعم. بعده نقدموا قدام. نعم أكيد هو موضوع يتطلب حديث أكبر وأشمل إن شاء الله نجيوه في المستقبل. قلت نهار الأربعاء كان خطاب رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي اللي كان مسبوق ب
هالة إعلامية كبيرة وتأويلات خليت ربما البعض يقول وأنه الخطاب ما كانش في حجم انتظارات التوانسة، ربما لأنه كما قلت سبق بهالة إعلامية كبيرة. الخطاب هذا أثار عدة ردود فعل ممكن نقشوها بعد بالقرارات أو بما تضمنوا من رسائل أيضا، ولكن احنا خرجنا نهار الأربعاء على 11 بنشوفوا في الشارع التونسي ينتظروا في الخطاب وإلا لا، اللي تفرجوا فيه شنية انطباعاتهم الأولية. نشوفوا مع زميلتنا إيمان السيد ونبدأ وحديثنا. الأربعاء 10 مايو الوقت 11 متاع الصباح، الأنظار الكل تتجه لقصر المؤتمرات وين توجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خطاب للشعب التونسي، خطاب دام قرابة الساعة هو الأول للرئيس من خارج القصر الرئاسي منذ توليه الحكم. الحركية في الشارع تبدو عادية، ناس ماشية وجاية وناس شادة لقهاوي في انتظار كلمة الرئيس. كلمة أثارت ردود فعل متباينة في الشارع التونسي بين من اعتبروا خطاب مطمئن تضمن قرارات جريئة وبين اللي ما تبعش الخطاب ورفض الحديث أصلاً في الموضوع. سمعت خطاب سيد الرئيس؟ ما سمعتوش. لا ولا لا رزب. كل كلام مهم نسمعوه، احنا مش شايفين المشكلة نسمعوه ونغرب لهم بعض. إذا كان كل واحد يعمل في امتبار ويجيب 4 8 10 من الناس عروشات ويحط غديك ما عاش فما دولة. التمشي الديمقراطي في تونس مهدد ومهدد بصفة يعني جدية. البلاد هذه بتحبش الديمقراطية، لا خلوا أحزاب تخدم لحال ولا خلوا وزراء صغار يخدموا، يزمهم القوة تو يزي وعنده الحق. من هنا مستقبلا فإن الجيش التونسي هو اللي يحمي منابع أساسا، هو يحب يحمي موارد البلاد، هذه حاجة هامة ونقطة كبيرة ياسر ياسر ياسر، اللي هي معناتها الناس كل تستنى فيها هذه الحماية بتاع موارد البلاد اللي تعطلت من جراء الاعتصامات من جراء المشاكل. القرارات فيها اللي هكا وهكا، معناها ماهوش كلها معناها لصالح المواطن، ماهوش كلها معناها جيت بروح الثورة، فيها جانب شوية من التعسف. كيف عسكرت المناطق اللي فيها احتجاجات واللي يدعي انه السيد الرئيس انه هي من تحريك الأحزاب وهي فيها ثروات، معناها في عوض لي يدعو لعسكرتها كان بإمكانه أن يحاسب الناس اللي تقف وراه. هالموضوع متاع الثروات متاعنا اللي ناس قاعدة تلعب بها وتستهتر بها، ماذا بينا معناها إجراءات كما هالإجراء اللي قام به يظهر لي يخدم مصلحة تونس ومصلحة بلادنا وشعبنا. كل القرارات اللي خانوها الرئيس هذا وغيره وقبله كذا كلها ريح تمشي، ما حتى شيء جديد. طبعا هذه انطباعات أولية مباشرة بعد انتهاء رئيس الجمهورية من خطابه اللي كانت نهار الأربعاء، اللي كان نهار الأربعاء نذكر. إجمالا سي منذر بالحاج علي، كنت تتوقعوا ما جاء في الخطاب؟ هل تعتبر وأنه كافي في الفترة هذه اللي كانت مسبوقة بحديث عن حكومة لم تؤدي المهام المطلوبة منها، كانت مسبوقة باحتجاجات واحتجاجات مازالت في تطاوين وفي برشا مناطق من الجمهورية، كنت تتوقع خطاب بما جاء به طبعا في الحجم هذايا؟ لا توسع نتحدث على خطاب رئيس الجمهورية، الحكومة موضوع ثاني تنجيو. أنا نحكي على الخطاب، نحكي شنو سبقه من أحداث في الساحة السياسية. بالأساس الخطاب قال مسألتين، ما قالش 20 مسألة. الأولى يا سيداتي سادتي راه ثم دولة. نقطة. الدولة التونسية لازالت موجودة قادرة على الدفاع على نفسها. ويخطئ من يتصور أن الدولة التونسية في طريق الانهيار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو محاولة على بحث على آليات وأساليب النجاة اللي دايمهم الدولة. هذا هي الموضوع. تو نتعرضوا لهم شيئا فشيئا. أما خليني نقف على الموضوع نتاع حماية الجيش المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية. واش نجيوها؟ أوكي، تفضل. نعم، سي عبد اللطيف.
بالنظر لما سبق الخطاب وللتأويلات، وحتى فما ناس حكيت راهو باش يحكي على كذا وراهو باش يحكي على كذا، كنت تتوقع معناها انه باش يكون في المستوى هذا؟ لا، في الواقع انا اعتقد التسويق الذي حدث والانتظارات المنسوب نتاعها المرتفعه، خاصة تصريح أحد مستشاري السيد رئيس الجمهورية اللي قال قبل وبعد، يعني كل الناس كانت تنتظر مسائل يعني نوعية، تطور نوعي في الخطاب وفي الأداء كذلك. ولكن أنا تبعته بشكل مباشر، فوجئنا بأن المسائل تكاد تكون عادية باستثناء زوز مسائل، وحتى المسائل اللي ذكرهم يعني فيهم جزء يمارس تو يمكن نرجع له. وبالتالي أهم شيء لربما المكان الذي انعقد فيه، المكان اللي عنده كانت ربما رمزية على أساس ماهوش في القصر، وإنما في مكان اللي هو تجتمع فيه قوى المجتمع المدني وقوى المجتمع السياسي وإلى غير ذلك، فهذا مسألة نوعية. إنما كمحتوى حتى قضية الجيش وقضية المسألة الديمقراطية إلى غير ذلك، هذه يمكن يقولها بشكل طبيعي يعني ماهيش من بالتالي انا نعتقد التسويق كان المنسوب نتاعها مرتفع، ومع تقديرنا لمن قاد الحمله هذه اضر بالخطاب اكثر من ما فاد الخطاب. تعتقد انه فما حاجات تم التراجع عليها في اللحظات الاخيره وربما قرارات لم تعلن؟ هذا التو الان الكثير من يعني القضايا يعني بالنظر كما نقول الهاله الاعلاميه يعني اللي راحت الهاله الاعلاميه مباشره اللي تصلى الله كما يقولوا، جاءت استقاله رئيس الهيئه العليا للمستقبل الانتخابي اللي يظهر اربك، فما مسائل اربكت ما نجموش نقولوا ما هي او كذا، ولكن فما نوع من الارباك وقع. ولكن المضمون حسب يعني التسريبات حسب وسائل الإعلام يقال أن كان فما حاجة ولا اثنين، ولكن هذا مثلا غير مؤكد تسريبات طبعا، ولكن طبيعة الحال ولكن طبيعة الحال هذا البيان يعني فيه نقاط يمكن نتحدث عليها فيما بعد، نقاط هامة ولكن ليست في المستوى اللي تم التسويق له. نعم سيزيت، يعني الخطاب في الشكل فيه الجانب الأول هو جانب التسويق اللي كانوا يحكيوا عليه شوية، التسويق كان كبير وضخم وحاول يوقف وذنين التوانسة باش يتبعوه إلى آخره، وثم التوقيت يعني التوقيت على الربع على 11 بتاع النهار كي نربطوا بمحور العمل اللي كنا نحكيوا فيه، معناها الخطاب شكون متوجه؟ بطلوا توانسة من خدمهم باش يسمعوا ولا مفهمتش؟ ولا موجه لك الجمهور اللي حاضر في القاعة فقط؟ وقتها يولي أمر آخر. المكان نفس الشيء، يعني أنا نستغرب الحق معناه أنا تصور معناه بكل بساطة هو رئيس جمهورية عنده قصر عنده ما يكفي معناه باش يعبر على روحه، وكان يعبر مغادي معناه ويتوجه للتوانسة. الخطاب في حد ذاته هو خطاب عادي لم يأتي بجديد كبير، جاب هالمسألتين يعني توا وقت يقول منظر أنه معناها ثم دولة وقادرة على الدفاع عن نفسها، لا تبي جديد، دولة تونسية موجودة هي في أعطى لحظات تهديدها ومحاولة الإضرار بها وتفكيكها، يعني هي صمدت ماهيش اليوم معناها هي مهددة دولة تونسية، هي بينصير ديما مشروع تفكيك الدولة وتفكيك المجتمع وتهديدنا بالظاهرة الإرهابية والأخير هذا مازال موجود، لكن اليوم احنا في مرحلة أفضل بكثير من اللي كنا فيه، ولذلك ما هوش هذا هو في نهاية المطاف. قال حاجتي، قال الأجندة متاعو ومعناها وين مع شكون هو منتصر لمن وضد من، وقال شنو المشكلة اليوم في تونس، قال المشكلة اليوم هي الاحتجاجات، واحنا الاحتجاجات هذه اليوم باش نواجهها، ها هو معناه الكلام بوضوح، الاحتجاجات هذه باش نواجهها اليوم راهو باش يكون ثم الجيش الوطني، هكا بكل بساطة قالها، ولأنه الجيش الوطني احنا مش جديد علينا، تو احنا جديد الجيش بتاعنا الوطني يعرفوه التوانسة وعندهم فيه ثقة، والجيش احترم التوانسة واحترم تطلعاته واحترم مطالبهم وتعامل بكثير من الحنكة والذكاء والاحترام لشعبه، ولذلك فماش حتى مشكل. القول اليوم ان اول باش الجيش شو الاضافه؟ والجيش راهو ردوا بالكم راهو مش كي الاخرين معناها صعيب. هذا الكلام ماذا يراد منه؟
هذا كلام معناها متاع تهديد مغلف في شكل بسيط. رانا احنا معناها لن نتراجع عن الديمقراطية. يعني معناها نحن انت غادي ننتظر منك ان تقول لنا باش تتراجع الديمقراطية مثلا؟ لا، الديمقراطية اذا كانت تحب اليوم هي معطى قائم في ارض الواقع. والديمقراطية تعني ان تقبل بالاخرين في سياق احترام دستور البلاد فقط. مش الديمقراطية أن يقوم ما تريد أنت. هاوش نجيوها هذية باش نجيو الرسائل اللي تضمنها. الحاجة الثانية الخطاب هذا لم ينبس ببنتي شفت، ما قال حتى كلمة على الفساد. وقال حاجة أخرى، أنه هالمطالب هذية هانا كيفاش باش نواجهوها، ثم ناس أخرين احنا مصرين على أنه صالحهم. تحبوا ولا ما تحبوش. الحاجة الثالثة اللي قالها وأنهى به الحديث، أعطى دعمه اللي ما قالوش مباشرة، ما هو دعم لهذه الحكومة لأنه حاول أن يغلق تماما، سكر تماما باب الحديث حول ضعف الحكومة وفشلها وعزلتها. قال لي هذه الحكومة لازم تواصل. هذا يروي رد على شكون؟ هذا مش رد كان على معناه الأطراف المعارضة، هذا رد حتى على أصوات تتعالى من داخل الائتلاف الحاكم وحوله. نعم، هو رد عليه. نعم، من الأصوات اللي طالبت بتغيير حكومي وطالبت حتى بانتخابات مبكرة. مش باش تكون ثم انتخابات مبكرة والحكومة ذي لازم تواصل. نعم، هذا هو الخطاب. هاوش نجيو للتفاصيل نوردي. نعم، انا قراءة في الشكل العام اعتقد انه ثم تقريب ثلاثة عوامل او ثلاثة عناصر اللي خلت سقف انتظارات السياسيين والمراقبين بدرجة اساسية انه الخطاب هذا ربما يكون مهم. العامل الاول هو توقيت هذا الخطاب الالتزام التقريب مع ثلاثة بين ظفرين انواع من الازمة. هناك ازمة اجتماعية اكبر معناتها مظاهرها هي التحركات الاحتجاجية في تطاوين واعتصام كامور ومخذا الاعتصام هذا ايضا هذا توسع الجغرافي الاحتجاجات يتزامن ايضا مع الحديث عن الازمه الاقتصاديه في البلاد. الازمه الاقتصاديه في اخر عناصرها هي مساله تدهور قيمه الدينار التونسي وتداعيات بتاعه اقاله يعني وزيره الماليه. ثم هزوز عوامل او زوز مربعات هذوما نزيدوهم احنا المربع السياسي اللي من هم ملامحه انه كسر الحديث على يعني مستقبل هذه الحكومه. هناك دعوات انتخابات برلمانيه سابقه لاوانه، هناك دعوات لحوار وطني جديد وحكومه كفاءات. فلما يجي الخطاب مع هذا التوقيت مع بالتزامن مع ثلاثه مربعات بتاع الازمه اكيد انه سقف الانتظارات باش يكون عالي شوي أكبر. وربما نمس هذه النقاط. هذا النقطه. النقطه الثانيه هو ايضا في علاقه بهذا حكوا عليه التسويق لهذا الخطاب وخاصه يعني الحديث ما قبل 10 ماي وما بعد 10 ماي وكانه هناك نقلة نوعية وفاصل نوعي بين الزوز مراحل. لما نتحدث عن فاصل نوعي نتحدث بالضرورة عن إجراءات نوعية جديدة، نتحدث عن مرحلة فيها عناوين جديدة. النقطة الثالثة هو يعني المكان اللي تعقد فيه يعني الخطاب وخاصة الدعوات التي وزعت. يعني حسب المعلومات اللي عندي أنه تم توزيع الدعوة لنحو 800 يعني شخصية، وهذه 800 شخصية تقريبا منتقات من كل القطاعات. وهذا طبعا هذا أيضا يخلي انه اهميه هذا الخطاب وايضا سقف الانتظارات. في علاقه بالمضمون طبعا ممكن نناقشوهم بعد. المضمون في اعتقادي انه هو اكد على ثوابت قائمه، يعني على الاقل باش نحكي سياسيين، اكد على مبدا الوحده الوطنيه كخيار اساسي. نعرف جيدا انه مبدا الوحده الوطنيه او عنوان الوحده الوطنيه هو عنوان المبادره نتاعه التي اوجدت حكومه السيد يوسف الشاهد. تحدث ايضا على مساله المساله الاقتصاديه وهي اهميه الانتاج، وهنا جاء القرار نتاع يعني المؤسسه يعني الجيش التونسي، وهذا راهو في الحقيقه ماهوش جديد. خلينا نقولوا ربما انه بعدين هذه نناقشوها. علاش نقول ماهوش جديد؟ لانه الجيش التونسي في هذه اللحظه في الحقيقه هو باقي يحمي في العديد من المؤسسات المدنيه. تمشي الحلقه الواد تلقى غادي في بتاع ستاج يعس عليها الجيش. اي ولكن تم تهويل المساله وكانه الجيش باش يتصدى للمحتجين وكانه هي ايضا. خلينا نقول مساله دستوريه، معناتها انت كي ترجع لدستور البلاد في الفصل 18 تلقى انه حتى الجيش التونسي بامكان 12 تلقى انه الجيش التونسي بامكان يقوم بالمهام الى جانب السلطات المدنيه. طبعا هذا نجوا نناقشوه احنا في نعم 18 و 12 ما تكلمش على الجواح بشكل بركه. اي هاوش نحكيو على المحتوى. سي المنظر، الخطاب كان فيه برشا رسائل سياسيه ربما البعض تصور او
اولا مش باش نغسل الشكل رئيس الجمهوريه حر في انه كيفاش يخطب وفين الظرف وكذا. لا لا توا باش ندخلوا في الموضوع المضمون. السي عبد اللطيف وبرا لم يربك الاستقاله نتاع رئيس الهيئه المستقله للانتخابات رئيس الجمهوريه. قد تفيد التشكيك في العربيه انه يكمل التفكير فيها. خليني نكون اكثر وضوح ولك محاوله نتاع ارباك وفشلت. في الاصل الان اللي سمعته توا وتقال في بعض اوساط وانه موضوع دعوه الجيش لحمايه المنشات الاقتصاديه الاستراتيجيه شيء عادي، يعني ما كانش يستلزم خطاب. خلينا نقول حاجه، احنا في الخمس سنوات في ست سنوات اللي فاتت خسرنا يا سيدتي 16 مليون ساعه عمل كمجموعه وطنيه. مش نعرفوا حجم الموضوع، مش موضوع بسيط راهو. خسرنا 5000 مليار 5 مليار دينار في نقص في عائدات الفوسفات. عبد اللطيف عام 2010 كان منتوجنا من المحروقات من البترول 110 برميل، اليوم ولاو 40 برك. الديفيرينس خلينا نتكلموا بالدارجه ونبسطوا الامور، نستوردوها بالعمله صعبه بالعمله صعبه. يعني ثماش دوله في العالم كذيف لها الارقام هذه وهي ارقام مفزعه وهي ارقام حقيقيه، وعلينا نقول الصراحه ان نكون صريحين ونقول الحقيقه للشعب التونسي. ثماش دوله تستقيم بالوضع هذا ونزيد نقول تخلق شغل ودعم التنميه مش صحيح. على الاقل المسائل هذه وباش نوضح لانه ثم شويه لبس حسب ما يتداول حسب ما بديت نسمع توا انه الجيش ضد الاحتجاجات. لا يا سيدي خلينا نكون واضح، لا هو حتى واحد ما قال هنا الجيش اللي فهمته اللي تفهم فيه. لا مش احنا ما قلنا، بالعكس بالعكس احنا ما قلنا. وما تداول يمكن ردود الفعل اللي صارت من عده اطراف في الايام اللي ولاش في التلفزه وكان مش للتوضيح سيدي. اي للتوضيح هذاك علاش انا قلت سامحني نوضح؟ بيان سور كم ترسمها؟ وانا وضحت قبلك ربي يفضلك. تفضل. الموضوع ماهوش ضد الاحتجاجات وما ثم حتى اشكال مع الاحتجاجات السلميه، هو مع نوعيه جديده بدينا نعرفوا فيها توا بشويه بشويه وتتعاظم وتتضخم، هي الاحتجاجات التدميريه مش الاحتجاجات السلميه. ما ثم حد يمس الاحتجاجات السلميه. هو باش يقول لك سي نور الدين الجيش في 2011 كي هبط محماش المؤسسات الاساسيه التونسيه وخاصه الاقتصاديه منها شنو جديد دونك؟ لانه الوضع اصبح خطير جدا على الدولة. وسامحني ما نعرفش ديمقراطية في العالم على غالب استاذ قناة دستوري علوم سياسية، ديمقراطية ما تدافعش على نفسها. التدخل الجيش ومطلب بأنه الجيش يحمي ما هوش عدواني، ما هوش متجه ضد الشعب التونسي ولا ضد النقابات ولا ضد الجمعيات، هو منطق حمائي. يعني انت كيما تمشي انت للمحكمه تطلب من القاضي تقول له والله انا عندي الوضع هذا يحبوا يفكوه ولا يحبوا يعتديوا عليه، اعطيني قرار تحفظي. هذا قرار حمائي، قرار تحفظي باش ما تتمسش مدخرات البلاد هذه ونرجع شيئا فشيئا تدريجيا الى وضع عادي. احنا اليوم لسنا في وضع عادي. نعم. هالارقام هذه اش تقول؟ ما ينتجوا عنها؟ ينتجوا عنها مسالتين. تدهور المؤشر نتاع تونس، المؤشرات نتاع تونس في وكالة التصنيف الاجتماعي، ينتج عنها أيضا ضرورة تكثيف اللجوء الاقتراض الدولي وارتهان الأجيال المقبلة، تنتج عليها كثير من الأشياء. ولكن خليني نقول حويجة، خلينا نبسط الموضوع، الموضوع مش تقني راهو سياسي بالأساس. بربي تو أنت كي تسكرها المؤسسة هذه وتقول لي أخلق شغل، أخلق لي شغل، ولينا في قضية كما قال الشاعر العربي يلقاه في الأيمن مكتوف الأيدي وقال له إياك أن تبتلى بالماء. لا، الاحتجاج سلمي حق والدولة عندها زوز مهام بالأساس، عندها كثير من المهام ثم زوز مهام أساسية. خلينا نركزوا عليها باش نفهموا بعضنا مليح. أولا هي تحمي الحقوق والحريات من حرية التعبير، حرية التجمر، احتجاج سلمي كذا، تنظم تجمر إلى غير ذلك. دولة ملزمة بحمايتها وستبقى الدولة التونسية ملزمة باحترام هذا. المسألة الثانية، الدولة التونسية ملزمة أيضا بالحماية المصلحة العامة. هذا ما ينجمش يكون فيه جدال. المصلحة العامة الأرقام اللي كنت نسوق فيها سي عبد اللطيف تظهر حجم ما نحبش نقول ما نعرفها، إنما ظهر الآن بكاشف
على الدولة أن تحمي المصلحة العامة. رئيس الجمهورية هبط باش قال الكلام هذا لأنه احنا في مفترق طرق الآن ما عادش نجم نواصلوا هكا. هاكم تروا الاقتراض الدولي المشكلة اللي ولا فيه مرينا من 46% في المديونية في 6 سنين إلى 63%. وين باش نمشي سيدي؟ باهي خلينا في النقطة هذه باش نجيك سي زياد باش نجيك سي عبد اللطيف. فقط خلينا نذكر اليوم اللي وزير الدفاع الوطني في حوار وكانت أفريقيا للأنباء قال وأن الجيش ملزم بالحياد التام وبالدور المنصوص عليه في الدستور وليس من مهامه التدخل في الشأن العام أو التعامل والتصادم مع المحتجين إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت اللي تقع تحت حمايته. سي زياد تفضل. المسألة هذه الجيش يحمي المنشآت وموارد الثورة الطبيعية الثروة الطبيعية. التصريح اللي كنت تورد فيه أنت هو تقريبا الفصل 18 من الدستور. هذا هو وعليه لازلنا في إطار الدستور ولذلك هذا مهم ونبني عليه. احنا شنو اللي قلناه تو؟ قلنا التصريح اللي عمله رئيس الجمهورية في خطابه خلى بعض التصورات والقراءات الممكنة لما يقوله نجم تمشي في اللي كان في اللي تحكيها النهارين هذوما. احنا ما نطالب به أن الجيش هذا مهمته واضحة هاي منصوص عليه. واحنا سبق إذا كان ثم ناس عندهم قصير الذاكرة ولنسات ونخل نذكره احنا كانت الناس تفهمنا في وقت معين قلنا ثم مخطط لإنهاك الجيش الوطني وحرفوا عن مهامه وتفريغ الحدود باش تدخل حوايج والى اخره. احنا اليوم زي ما ننساوهوش ونقولوا هاو الدور الرئيسي لجيشنا الوطني وراه ما عندناش خوف احنا من جيشنا الوطني خاطر نعرفوه وريناه وخبرناه في 2011 وجربناه ونعرفوا تيقنا اللي هو ما يحبش يتدخل في الصراعات هذه. خلينا نعفيوه اقصى ما يمكن. اذا كان يتطلب الامر في بعض المؤسسات باش يتدخل باش يحميها ويحمي سلامتها ويمنع انتهاكها والاضرار به هذا على السلامه مرحبا به. اليوم الامر يتطلب اليوم ان يتدخل الجيش لحظه برك ما يرفضوش حتى واحد. الخوف وين؟ الخوف هو استسهال عمليه اني انا الاحتجاج ولا عندي قلق منه ونولي نستعمل في الجيش باش نحطه هو ما بيني وما بين الاحتجاجات. هذا هو الخوف. هو الجيش مش باش يمنع الاحتجاجات يا سيدي متفاهمين. اذا الجيش هو باش يامن تواصل الانتاج لانه احنا محتاجين للانتاج هذا اللي يقول احنا يعني هذا ملف خلينا نتفاهموا. نعم ثم نوعيه جديده نتاع احتجاجات تتعاظم في تونس واللي هي أصبحت تدميرية مش الاحتجاج السلمي. الاحتجاج السلمي مرحبا به وسندعم حق الناس في الاحتجاج السلمي. معليش مشكلة التقدير هذا في حد ذاته غير بريء. نشوفوا علاش جاي التقدير هذا التقدير هذا ردوا بالنا لأني أنا زادة نجم في لحظة معينة احتجاجك أنت أنا نقول سلمي وانت تقول لي هذا بيه وعليه وصفته نعته وتو لا ما ثمش صفته نعته ثم السلمي لا لحظه الحد الفاصل بين سلمي ولا سلمي أي. هو انه أي. ما نستعملوش العنف ما هذا هو احنا مثلا ثم احداث صارت نون علاش كنت ترجع ما نستعملوش العنف نون الجماعه علاش كنت ترجع على المحتجين انتهى موضوع منتهي فاهمين ولا انت ولا يحتاج السلميه يحتاج السلميه انا نقول لك على مسؤوليتي ولا اي تونسي من بنزرت البلد لو يتمس حد على عكس هذا انا نتضامن معك وسبق وانت تتفكر عن نهارة المسيره الاولى بعد انتخابات 2014 الجبهه الشعبيه كي هبطت في الشارع حبت تعمل مسيره هبطت انا قالوا لي علاش هبط وسائل الاعلام قلت لهم حق الجبهه الشعبيه في التظاهر السلمي المسيره هذه والحديث الذي يتم عليها لا يتضوم أصبحت كاينين في باب المن هاي الجبهة مشيت باش تطلب مسيرة سيدي ما طلبناش بحقها خلي ما يكونش الحوار ثنائي بحقها سي زياد وسي المنظر باش ما يكونش الحوار ثنائي. سي عبد اللطيف ونجيك نوردي دونك أنا نحب نرجع بمن تحدث على الشكل فقط. الخطاب تضمن عدة عناصر يجب أن نحدد هذه العناصر ثم يمكن أن نتحدث على أهمية ما ورد. العنصر الأول تحدث على ثورة الكرامة ودور الشباب وهذه مسألة مهمة. علاش؟ لأنها هذه الثورة هي ثورة نوعية وفريدة من نوعها سواء من محتواها شعاراتها وبلا قيادة وإلى غير ذلك وهذه
يعني هي فريدة من نوعها لا ايديولوجية غير ذلك، والتركيز على دور الشباب. النقطة الثانية تحدث على المسألة الديمقراطية ومستقبل الديمقراطية في تونس، وهذه يمكن أن نتوقف عليها لأن نعتبرها أهم نقطة أو النقطة الثالثة ذات أهمية في هذا في هذا الخطاب. من بعد تكلم على المظاهرات الاحتجاجية، وخاصة لهنا يجب نفرق ما بين نوعين من الاحتجاجات، فما الاحتجاجات القطاعية والاحتجاجات الجهوية، وهالاحتجاجات هذه ما هيش جديدة على تونس، يعني قبل الثورة وبعد الثورة فيه نوعين موجودة، ولكن الآن وهذا من هنا الخطاب يأخذ أهميته تركيز على التطاوين. لهنا نربط مع سينوردين، لماذا التطاوين ولماذا أيضا دافع التطاوين لهذا الخطاب كذلك؟ لأن التطاوين دولة حدودية، منطقة حدودية، منطقة حدودية وكذلك منطقة شاسعة جدا. والآن احنا أخطر ما يمكن تواجهه الديمقراطية في تونس هي التهريب والفساد اللي هم الاثنين مرتبطين بعضهم، وكذلك الإرهاب. الثلاثة هذم يمثلوا خطر على الديمقراطية. وهذه المنطقة الآن من خلال ما يجري في ليبيا، هذا الفراغ الأمني أو الانفلات الأمني، وكذلك ما يحدث في منطقة المشرق العربي في بؤر التوتر، واحتمال رجوع آلاف أو مئات من التوانسة، وإمكانية التمركز من ليبيا، هم متمركزين ديجا عدد ضخم، ويمكن أن يستغلوا كذلك هذا الظرف، ويمكن أن يتسربوا، ويمكن حتى يتسربوا لهذه المجموعات. هذه المجموعات عندها وعي متطور جدا، القائمين بالاحتجاجات هذه وعي سياسي وعي مواطني بشكل متميز، وهذا الشباب بالفعل بينوا من خلال الشكل أولا نتاع الاحتجاج، وكذلك المضمون اللي تحدثوا فيه بشكل أعتقد اللي هو ورق. دونك هذه مسألة أعتقد هامة تطرق لها السيد الرئيس، ثم بطبيعة الحال مصير الحكومة، مصير الانتخابات، وتحدث على قضية الإدارة ثم الفساد. هذه أعتقد مجمل النقاط. النقطة الرئيسية اللي يلتقي فيها ليس هو فقط كذلك مع سينور الدين الطبوبي اللي تحدث على ما يهدد الديمقراطية التونسية الناشئة. سينور الدين ديرنييرمون أظن كان في تصريحه في وكالة الأنباء، كان في إحدى دول البلدان الإسكندنافية، وعندي التصريح متاعه يقول رانا احنا نواجه خطرا شديدا في مسألة الديمقراطية الناشئة، راهي مهددة. أنا شخصيا كجامعي وكمحلل ناخذ التصريح هذا والتصريح هذا، ومن خلال متابعتي طبيعي الحال أشعر بخطر. الخطر هو داخلي، التهريب، الفساد، ولكن كذلك الإرهاب. وأحنا في جوارنا الآن، الجوارنا الإقليمي هو غير مستقر، وتداعيات ما يجري في تلك المنطقة بالضرورة باش يكون سيء وخطير على البلاد. فبالتالي هذه النقاط. النقطة الثانية أو الثالثة هي قضية الجيش. قضية الجيش الآن زملائي تحدثوا عليه، وأنا متأسف للكثير من البيانات اللي أعطت قضية تدخل الجيش أكثر من هذا اللي قلناه، نعم، أكثر من شكله، لأن الأمور اللي يقرأ الدستور ينجم البند الفصل 18 هو واضح، ويعرف تاريخ الجيش التونسي. يعني القائد العام هبط في ساحة القصبة وقال نحن نحمي هذه الثورة المجيدة، وتاريخه يعني حتى في الاستبداد فما مغالطات في الاستبداد، تدخل مرتين ومرتين بشكل يعني بعد الأحداث مش قبلها. والنقطة الأخيرة، نعم، هذه الاحتجاجات سامحيني حدد التدخل فيما إذا شنو التدخل؟ أنا ما نعتقدش مستحيل الجيش التونسي باش يجوا ناس، أولا الناس هذو ما يمشوش باش يعملوا تجمعات في مناطق الإنتاج، يعني صعب جدا. وثانيا لا أعتقد كما صرح يعني باش يطلق الرصاص على الشعب التونسي اللي هو حامي الثورة بتاعه. نعم، نور الدين طلبت الكلمة، تفضل. طبعا ممكن الكلمة قالها سي عبد اللطيف، وهو راهو أعتقد أنه ما ثماش خلاف حول المؤسسة العسكرية ودور المؤسسة العسكرية وحيادها، يعني ما لاحظتش أنا حتى بين الآراء متباينة أنه كان هناك قلق عبرت عنه المعارضة من هذا قرار حماية المؤسسات، يعني مواقع الإنتاج، أن يتحول هذا القرار إلى شبه مواجهة مع المحتجين. طبعا هذا يتطلب التدقيق. المصطلحات اللي تعملت استعملت يعني ما هوش في مكانها، ما هيش في القاموس التونسي.
فطبعا كان هناك نوع من القلق في البيانات اللي لاحظناه وانه هناك تحول صحيح تحول الى ما يشبه بكل. خليني نرجع توا شويه تاني. هو التوصيف او التشخيص للازمه اللي تعيشها البلاد واللي قدمه رئيس الجمهوريه هو في الحقيقه راهو موش جديد. لو نرجع الى عام التالي او 7 شهور التالي في الدعوه لمبادره حكومه وحده وطنيه تقريبا قدم نفس التشخيص حول الوضع الاقتصادي الاختير في البلاد واعطى مثال كيفاش انه انتاج فوسفات رجعنا به الى سنه 1920 الى غير ذلك وكانت هناك ضروره ايضا مع التوصيف اعتقد انه ما فيش حاجه جديده. قضيه انه الديمقراطيه مهدده في بلادنا ايضا هذا الناس كلها تحكي على اساس انه الديمقراطيه ما زالت ناجحه وانه هناك اكثر من عامل ينجم يهددها سواء غياب التنمية وهشاشة الاقتصاد وأيضا الإرهاب. في موضوع الجيش لأن هذا هو تقريبا على الأقل حتى كيف نشوفه في وسائل الإعلام الأجنبية وفي الناس اللي حلت تقريبا النقطة الرئيسية اللي خذت يعني البعد الكبير اللي هي مسألة الجيش التونسي. يعني لما نرجع للخطاب خلينا ندقوا في الكلمات تم استعمالها هو استعمل على أساس أنه الجيش سيتدخل لحماية مواقع الإنتاج. يعني انت قريت قبل التصريح بتاع وزير الدفاع الوكالة السفير في الانباء هو اضاف مساله اخرى مهمه هو قال انه الان نحن بصدد اعداد اوامر يعني هذه الحمايه وتحديد المناطق اللي باش نحدوا فيها بمعنى انه هناك مناطق باش تكون محدده سواء التطاوين سواء الحوض المنجمي ربما بعض المصانع في الشمال الغربي وهذا مهم جدا. اليوم كيفاش تحول يعني مساله من حمايه منشآت مواقع اقتصاديه الى عسكره يعني اشار هذا هو كيفاش تحول علاش تحول. اعتقد انه المساله تو سي زياد وربما الجبهه خرجت بلاغ في المساله هذه في النقطه هذه حكى على اساس انه بعد ما تسمع التصريح بتاع وزير الدفاع قال نحن مع هذه النقطه. اذا اذا كان نرجع الامور لنصابها انه هذا الجيش عنده مصلحه دستوريه عنده حق دستوري في انه يحمي مؤسسات الانتاج فما حتى اشكال. الاشكال هو كيف نفرق اليوم بين احتجاج سلمي وغير سلمي. هذا كلمة مهمة جدا اللي قالها السيد زياد. علاش؟ لأنه اليوم ثم شكون يعتبر لك اللي كمل لما نوقف طريق أنا ولا نسكر طريق نعتبره يدخل في إطار احتجاج سلمي. علاش؟ لأنه هذاك جاك خطوة تصعيدية أنا عندي شهر ولا شهر ونص طبعا لا أدافع هنا على قطع طرقات لا أدافع أيضا على يعني تعطيل الإنتاج إنما أنقل وجهة نظر. اليوم أنا عندي شهر كامل وأنا محتج عملت تضرب الجوع عملت الاعتصام عملت البيان توجهت الى الصوت المحليه والجهويه طرحت المطالب تاعي ولا واحد يعني اسمعني جاوب معي فاكيد انه سيصعد حركه الاحتجاج تاعه وكلمه تصعيد الاحتجاجات هذه نقلوها في البيانات سواء في نقابات في القطاع العمومي ولا نقابات خاص سنصعد. اذا المدخل هل ان يكون بالحوار مع هؤلاء باش ما يدفعوهمش في اتجاه التصعيد وتبقى تلك الاحتجاجات السلميه والاحتجاج السلمي هو راهو دستوري حقه في الدستور مثلا ما حتى واحد يرفض نعم اي لكن هل انه باش ندفعوهم في اتجاه التصعيد ام انا ندفعوهم في اتجاه انهم يحافظوا على احتجاجهم السلمي ثم لما يتصعد في تصعد احتجاجات في منظر وقتها راهو ما تنجمش تشد. اليوم لاحظنا في تطاوين والناس كلها مع حقها في التنميه وفي التشغيل لكن ثم نقطه مهمه هؤلاء لا ياتمرون بامر اي حزب سياسي هم قالوا حتى الاتحاد العام التونسي الشغل قال احنا راهو ما يتفاوضش معنا. نعم. اذا كانت تكون حركات غير مؤطره وقتها ما تنجمش نعم 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 باش نرجع لك سي زياد فقط خلينا نعملوا معناتها حوصلة لابرز ردود الفعل اللي صارت المده هذيا على خطاب رئيس الجمهوريه من مختلف الاحزاب والمنظمات ونواصلوا حديثنا. سيرين بن قاسم تنسيقية اعتصام الكامورو في بيانها قالت إنها كانت تنتظر تلبية المطالب الشرعية للمعتصمين وأشارت لأنه خطاب السبسي أكد لهم أن ولاية تطاوين مليئة بالثروات الطبيعية ودعات وزارة الدفاع للحياة في التعامل مع المحتجين. المعتصمين في حقل النفط في دوز انتقدوا خلال وقفة احتجاجية وسط المدينة ما اعتبروه تهديد للمنطقة من قبل رئيس الجمهورية على خلفية قرار تكليف الجيش بحماية المنشآت النفطية. المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي اعتبره خطاب جامع وقال إنه قرار تكليف الجيش معقول نظرا للظروف الاستثنائية اللي تمر بها البلاد.
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي شدد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة ومنابع الإنتاج، ونوه بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الجيش الوطني بحماية المؤسسات هذه. من جهة رئيس حزب أفاق تونس ياسين إبراهيم قال إنه الجيش يقوم بتأمين أبار البترول، لكن حزبه ما يراش معنى قيام الوحدات العسكرية بحماية الفوسفات. القيادي في الهيئة التسييرية لنداء تونس رضا بالحاج اعتبر أنه إقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات الاجتماعية قد يبعدها على مهامها الرئيسية وهي مقاومة الإرهاب. وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي أنه خطاب الرئيس هول من الوضع الحالي ولا وجود المنشآت إنتاجية متوقفة على العمل، وقال أنه قرار عسكرة المنشآت الإنتاجية هو قرار خطير. الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قال إنه حماية المنشآت من الدور الطبيعي للجيش الوطني، لكن ما نحبوش إنه يتحول الجيش لقوة تفريق المظاهرات، مؤكد ضرورة عدم دخول الجيش في احتكاك مع المحتجين. وقال الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسون الناصفي إنه خطاب الباجي قايد السبسي عادي وغابت عليه المبادرات والحلول سواء بالنسبة للحكومة أو الشعب. وفي بيانها اعتبرت الجبهة الشعبية أنه خطاب خالي من كل القرارات والإجراءات الجدية اللي تفتح الباب لمعالجة أزمة الحكم، واستنكرت اللجوء للعسكرة لما فيه من تكليف للجيش بدور غير دوره وتشتيت الجهد. القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامي عبو وفي تصريح الإذاعة شمس فام كان هذا رأيها. مهزلة اليوم، مهزلة اليوم رئيس الجمهورية يتعامل مع الشعب التونسي وكأنه شعب متخلف. اليوم سيد رئيس الجمهورية أثبت أنه ليس رئيس للشعب التونسي، وإنما هو رئيس بعض انتهازيين من البلاد اللي يمصوا في دمها واللي يخذوا في ثرواتها واللي ينهبوا فيها. اليوم هبط بكل قوته باش يحمي الناس هذوما. نقطة وجع للسر، اليوم يستغل حتى في مؤسسة الجيش لحماية هذا الهدف. وفي تدوينة ليه على الفيسبوك قال رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي إنه إقحام الجيش في نزاعات ذات صبغة نقابية سياسية خط أحمر، وإنه الجيش موجود للدفاع على الحدود ومحاربة الإرهاب وليس ورقة في أيدي من لم تعد لهم أي ورقة. نمشيو للمنظمة شغيلة، وين قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي إنه الاتحاد مع دولة القانون والمؤسسات، لكن الجيش مش باش يمنع التحركات الاجتماعية السلمية ولن يمنع المنظمة الشغيلة من إصدار برقيات إضراب. مش الجيش كيجي راه مش يمنع الاتحاد ولا العمال إذا ماخذوش حقوقهم باش يناضلوا طبقا للضوابط القانونية والشرعية. هو اليوم في خطابه الأدلى به هو أنه قطع الطرق وفي بعض الاحتجاجات، وكذلك اليوم رانا مع الاحتجاجات السلمية مع الضغط الإيجابي اللي قدم بنا. وأكدت منظمة الأعراف على أهمية قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتولي الجيش حماية مواقع الإنتاج. واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الزج بالجيش الوطني في تأمين ونقل الفوسفات والبترول والغاز في مناطق الجنوب التونسي، وأعربت على خشيتها مما أسمتها بالمنزلق الخطير اللي قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة القرارات اللي اتخذها الباجي قايد السبسي. نكمل معك بسرعة سي زياد في المسألة هذه، يعني تحب تتدخل فقط؟ احنا توا ثم حديث على دور الجيش إلى آخره وما ومنطوق خطاب السيد رئيس الجمهورية وما فهمه التونسيون. يعني احنا عندنا منظمات محترمة في البلاد، واحد اسمه الاتحاد العام التونسي للشغل، والأمين العام تحت وهو تصريح قال لك الخدام إذا كان عنده مطالب والكذا باش ينظروا عليه، ونعتبر هذايا يجي في دولة القانون والمؤسسات تضمن حرية الناس، تضمن حرية الإضراب والاحتجاج وإلى آخره. وانا وهذا رد على شنو؟ رد على فهم معين لمنطوق القطاع. الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان كيف فهمت نفس الشيء. يعني هذوم الكل فهموا هذا في نهايه المطاف. احنا نقولوا اللي الخطاب بالحد الادنى كان يحتمل بشكل كبير هذا الفهم، واعتقد انه التصريح نتاع وزير الدفاع اليوم هو لتوضيح هالشيء اللي فهموه التوانسة بهذا الشكل. ولذلك هذه هنا في من هنا خطاب السيد الرئيس اللي خلات التوانسة يمشيوا في هذا المدخل. ونسكروه القوس هذا، نسكروه القوس هذا. خطاب واضح ولا يحتمل لاي تاويل واضح. هذا يا بالنسبة لك قبشكل لا خلي يمشي، قلت رايك حق رايي زياد، معناها حق باطل. لا نقول رايي، لا كما قلت رايك، أنا قلت لك، أنا كما قلت باش نجاوبك عليهم هما، باش نعلق على اللي تقال كما ترى سمعنا. أي سيدي
احنا كما قلنا الاحتجاجات سلميه شويه زينه اخي تو ياخذ الكلمه وقت يحبوا يتكلمون تحبوا لا انا قلت بعجاله كملت كلمتك خليها وقت تولي بعجاله ليه قلت باش تسكروا المساله هذه ليه ما تخرجش علاش مرحب بك انت في كل وقت لا مش معقول ليه البلاتو ولا ديما بعجاله لا 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 انا قلت لك بعجاله باش نسكروا مساله تدخل الجيش تتكلم بعدك لا لا عندك سي المنظر ميسالش سي المنظر تفضل مساله بسيطه وقت الاتحاد العام التونسي للشغل يتحدث على العمال وحق الاضراب هذه مساله دستوريه وقانونيه محسومه ولا يتنازع فيها عن زين الموضوع شنو هو كي تجي ناس من خارج النص وتريد ايقاف العمل هذا الموضوع ماشي ما غلطوش الناس وما غلطوش بعضنا كتوانسه الموضوع ماشي في الخدامه وماشي في الأجراء وماشي في العمال لا 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 وفي النقابيين وفي الحركة النقابية عمره ما كان ثم موضوع إشكال في هذا إشكال للتيار الإشكال في بقعة أخرى في مصادر أخرى وقت لذلك إنسان خارج على المؤسسة ويحب يوقف كل عمل شو نعمل كما صار في بيتروفاك شو نعمله أي ترى الأرقام اللي سقطها قبيلة تحبون نزيدوا نواصلوا فيها قال سي نور الدين قال موش جديد تحبون نزيدوا العقل وضعية تزيد تغميق وين به وضحناها النقطة هذه نرجعوا الباقي محتوى الخطاب كانت فما رسائل سياسية وجهها رئيس الجمهورية للطبقة السياسية في تونس خلاصة هذه الرسائل أنه قال وأنه المسار الديمقراطي مهدد اليوم في تونس ربما لأنه صار حديث في الآونة الأخيرة على انتخابات مبكرة صار حديث على ضرورة وجود أو أحداث حكومة وحدة وطنية صار حديث حتى على حوار وطني ما تكونش الأطراف الحكومية هي الراعية ليه الرسائل السياسية هذه سي المنت خلي تكلم تزيد ميساج تفضل أنت تاهو يجيب ميساج تفضل سي نوت نعطي الكلمة سي عبد اللطيف تفضل سي عبد الجديد هذا مبطل في الواقع اللي الجانب انا تكلمت عليه نسبيا شويه بالفعل مهدده للدوله مش فقط على اساس وقت يتكلم سيد رئيس الجمهوريه والكاتب والامين العام للاتحاد حول ان الديمقراطيه مهدده تاخذ ابعاد اخرى ماهيش كما يقولها محلل سياسي والا حزب سياسي او كذا هؤلاء موجوده معناتها في قمه السلطه السياسيه والاخر في النقابات اللي هي عندها وزنها الى غير ذلك وكما قلت ليس فقط مهدده على اساس هناك من ينادي باقاله الحكومه او بانتخابات تشريعيه مبكره لا مش هذا المساله وان كان المفروض ان تقديري شخصيا لا تطرح هذه المسائل الان تقديري لماذا لا تطرح لان اولا هذا الموجود الان كحد ادنى بمعنى ان الحكومه هذه لها تو 8 أشهر وهي جايه نتيجه حوار وطني على اساس حكومه وميثاق وبعد سحب الثقه من حكومه سابقه الى غير ذلك ثم زوز منظمات موجوده فيها اطراف ماهيش موجوده انا يذكرني شيء اطراف كانت موجوده وانسحبت الان احنا في ازمه الان في ازمه الازمه ماهيش باش تترقع تاخذ باش تغير الحكومه او تصير انتخابات لا احنا نفسيا مستعدين الشعب والمجتمع ولا ماديا ايضا مستعدين باش نخوضوا هالتجربه هذه ولا سياسيا ولا حزبيا باش نقوموا عندنا قدره باش نخوضوا مثل هذه الانتخابات وثانيا الى اي معناتها تو 8 سنين 7 سنين او 6 سنين ونايف وعندنا 8 حكومات لهنا باش نرجع لنقطه اساسيه للاسف الناس ماهيش فاهمه ما معناها الانتقال الديمقراطي راهو الانتقال الديمقراطي عندنا تجارب عديده انتقال نحبوا الديمقراطيه اوروبا وصلت الديمقراطيه بعد زوز حروب عالميه اكثر في زوز حروب اكثر من 100 مليون شخص ما بين موتى وما بين جرحى باش تمكنت تعمل الديمقراطيه في عام 1945 بعد صراع عنيف والى غير ذلك المنطقه العربيه ما عرفتش الديمقراطيه اصلا هذه اول تجربه لان فما تجربه لبنان وكذا على اساس طائفي هذه اول تجربه لكن او المغرب موجوده كذلك ولكن في اطار اخر احنا الان لازلنا في خطوات اولى الديمقراطيه تتطلب الصبر ما نحكيش على الصبر الاقتصادي ولا الاجتماعي كذا لا نقصد السياسي الديمقراطيه او الانتقال الديمقراطي يتطلب كذلك تنازلات يتطلب وفاق في كل مرحلة الوفاق هذا مش بالمطلق
أنا نرجع للنقطة الأساسية، قضية الحوار وكتبتها وتكلمت عليها. الحوار الوطني الواسع. الآن نحن شئنا ما بين رئيس الجمهورية تكلم على أزمة وقال عنق الزجاجة. الأطراف السياسية يجب أن ترتقي لوعي خطورة هذه المرحلة. تلتقي كما التقات، نجبد التاريخ، التقاو تونس من عام 1946 صار مؤتمر يسموه مؤتمر الاستقلال. جاءوا الناس الكل والتقاو حول الحد الأدنى لمواجهة الاستعمار إلى غير ذلك. بعد الحرب العالمية، سمحيني لأن نقطة هامة يجب أن نوضحها. بعد الاستقلال كذلك، بغض النظر على خلافنا ولا كذا، من بورقيبة عمل ما يعرف بالوحدة القومية. أم بعد صار يعني البلاد هذه مبنية على الوفاق والحد الأدنى من الوفاق من أجل الآن هذه الأزمة اللي هي مركبة سياسية اقتصادية اجتماعية إلى غير ذلك. يجب أن نلتقي حول حد أدنى باختلافاتنا من أجل تجاوز هذه المسألة في إطار مشروع وطني وآليات لتجسيد الحلول المنتظرة. نعم سي زياد تفضل. مش بعجال يعطيك الصحة. تو احنا عندما يقال أن المسار الديمقراطي مهدد، هذه كلمة نجم نتفق فيها في الشكل، في المضمون نحن نختلف. لأنه أنا نقرأ خطاب رئيس الجمهورية فيه جزئين، جزء عبر فيه على انحيازه لفئات بعينها يجسدها قانون المصالحة، وجزء آخر عبر على حيرته منها. وهذاك وين يجينا نعاود نهيكل وزارة الداخلية والجيش راهو صعيب وإلى آخره. هكا أنا نقرأ الخطاب. أنا رأي المسار الديمقراطي مهدد. أما هاو منين مهدد؟ يعني التوانسة اليوم كي تحكيوا لهم على الديمقراطية ما عاد تعني له حتى شيء. اللي يعني له هو المضمون الاقتصادي والاجتماعي لهذه الديمقراطية. الديمقراطية ذي أنا كي نتكلم ونعبر على رأيي ونقول لك هذه تجي وهذه ما تجيش وهذه تعجبني وهذه ما تعجبش، شنو انعكاساتها على قدرتي الشرائية، على ظروف عيشي، على قراية ولادي، على صحتي، على النقل، على تشغيل، على مستقبل أولادي ومستقبل البلاد هذه. هذا هو هذه العركة. وين في العركة هذه نحن مختلفون بشدة. معني خلينا نكون واضحين، ثم توجهات اليوم متفارقة بشكل كبير. ناس ترى أنه نفس الخيارات يجب أن نواصلها. يعني مثلا توا اللي المرحله اللي عايشين فيها تطرح فيها قانون المصالحه وهو عنوان انه الناس هذيك اللي افسدت ماليه الدوله واللي اعتدت على المال العام واللي كذا واللي سهلت واللي مع شنو باش نصالحوا. قال شنو؟ قال هذاك هو المخرج الوحيد، جزء من الحل باش نخرج من الازمه الاقتصاديه. انا عندي وثيقه سلمني اياها احد النواب من كتلة نداء تونس، يعني يبعثها الأعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. الموضوع حول خرق رئيس الحكومة لأحكام الدستور تتعلق بالأمر الحكومي عدد 399 سنة 2017 المتعلق بمسألة العفو على خطايا التأخير، خطايا التأخير الأساسي بتاع صندوق الضمان الاجتماعي الصناديق. يعني الناس هذوما هذه حكومة اليوم وتلف حاكم وظلينا وجعتنا من الصناديق وفلست وكذا، ويلزم يزيدوكم في سن التقاعد ويلزم يزيدوكم في الكوتيزاسيون ويلزم ويلزم ويلزم, ويلزم. في الأخر الناس اللي ما تدفعش هاو شو نعملوا لها؟ هذا عنوان لسياسات هؤلاء. احنا هذا العنوان هذا ما عادش مقتنعين به وما نجموش نتفقوا معه. احنا اليوم نقولوا ما بلادنا في وضع صعيب اقتصادي واجتماعي. عندنا مثل دارج يقول احمل الجماعة ريش، كي نهزوا مع بعضنا تو يخف على الناس كل. احنا اليوم نحب نقولوا للتوانسة بوضوح ثم ناس عمرها ما هزت حتى شيء، ما تعرف الا تستفيد من الوضعيات هذه. الحكومة هذه والائتلاف الداعم لها يحبوها تدفع ولا لا؟ لم نرى أي إجراء يورينا اللي هذوم يحبوا يدفع. ولذلك هما في إجراءاتهم اللي لوجوا بها كيفاش باش نخرجوا من الأزمة الاقتصادية هي في نهاية المطاف إجراءات لا تلتقي مع مصالح التوانسة. أنتم تروا أن الحل في الدعوة الانتخابات مبكرة
مش بيك نقصت زينب شوية؟ ليه معناها انت عطيت شنو هو الاسف؟ انا مشيت لك من الاخر، انتوما تراو البديل انو انتخابات مبكره بلادنا تحتمل الان انتخابات مبكره. انا ريت حكومه تشكلت على قاعده ما سمي حوار وطن احنا مشاركناش فيه ونعرفوا او قلنا علاش وبينت الاشياء. رفضتوا انكم تشاركوا فيه؟ ايه هاتش بيه رفضنا. رفضنا شنو اخي؟ هو معناها وحي يوحى هبط باش نقبلوه احنا دون نقاش؟ لا، هذاك مقترح قلنا احنا الحوار هذايا لواش؟ قال باش نعملوا به حوار وطني ونجيب معناها ارضيه ونمشيوا للحكومه. باه احنا شنو رينا تو؟ رينا حكومه ما عندهاش برنامج حقيقه معناها عملي، هو مواصلت لنفس الخيارات ونفس الاجراءات ونفس السياسات، ما عجبتش حاجه جديده. وثيقه كارتاج هذه انشا اكثر منها اي شيء. وقلنا نحن وقتها قلنا راي ثم رساله نتاع نوايا، هذيك هي البرنامج وهذاك هو اللي يخدموا عليه في علاقه بالتزاماتهم مع صندوق النقد الدولي. به الحكومه هذه ريناها كيفاش بدات، حتى الائتلاف هذايا الوحده الوطنيه وكذا كيفاش بدات؟ ليش ناس خرجت، ناس قالت احنا التحقنا بالمعارض وبدات الاقالات. وكي نتفرجوا في الاقالات نشوفوا عمق التجاذب وعمق الازمه. يعني في نهايه المطاف نوصلوا نحيوا وزير ونعينوا واحد ومن بعد نحيوه ونحيوا الوزاره. امس في الايام كنا نحكيوا على انها اهم وزاره واللي باش تخرج الاداره وباش ديبلوكي الوضعيه وباش تولي اداره تولي معناها مستجيبه. تحكي على التحوير اللي صار في الوظيفه العموميه؟ لا مو واضح. بعده هو ثم زوز اقالات لوزراء، وزاره الماليه وزاره التعليم، لا يتم تعويضهم. اش معناها؟ اش معناها رئيس حكومه ينحي زوز وزراء من وزارات ثقيله وما يعين فيهم حتى واحد؟ يعني انه لا ثقه له في الائتلاف الداعم ليه وما يحبش يمشي للبرلمان مشينا للثقه. يعني حكومه وقت توصل للوضعيه هذه شو نجم نقولوا عليها؟ نقولوا عليها اللي هي حكومه معزوله وغير قادره على قياده البلاد في هذا الظرف الصعيب. نزيدوها اليوم اكثر من اي وقت مضى، الحزب الذي انتصر في 2014 ليس هو هذا الحزب الموجود اليوم، مش صحيح. هذا حزب اضعف بكثير وهذا حزب غير قادر انه يضمن وحده هذا الائتلاف ودعمه لحكومه نجم تخرج تونس من البلاد. ولذلك جات احنا بالنسبه لنا نقولوا المخرج الممكن تو ان نراجع هذه المخرجات تاع انتخابات 2014. كيفاش نرجعوها؟ نرجعوها في الفوضى وسايب الدنيا كيف كان؟ لا، كيفاش نرجعوها؟ في سياقات احنا نقترح، واذا كان الناس تقتنع عسلامة مرحبا نجموا نمشي. شنو تقترح؟ انتخابات مبكره؟ هي اي انتخابات مبكره. شكون يضمن لك انت ها باش نمشي معاك انا؟ شكون يضمن لك انا مش نفس الاطراف اللي ناجحه في الانتخابات؟ الثقه هي اللي بتاعت. ما فماش اسيرونس تضمن في الساحه السياسيه. اي معناها احنا بلادنا قادره توا انو تعمل انتخابات اقتصاديا وماديا وكل. يضمن للشعب التونسي نهار 14 جانفي وقت يمشي بن علي انو نجموا نجيبوا حاجه خير من هكاك؟ باهي سي المنذر، ما ثم حد شيء يضمن، لكن اقدمنا عليه وتبين انه في نحن في وضع مهما كانت الامور افضل من اللي كنا عليه سابقا. المداعبه يا زياده هذه بعجاله مش عاجله برك مستطيله ما يسالش شكون حويجه. فيما يخص اللي استشهدت بها الرساله نتاع صديقنا وزميلنا المحترم النائب المحترم فاضل بن عمران، خلنا نعطيك زوز توضيحات بشكل برقي ونمر. اولا اختلطت على صديقي الحضانه بالنفقه، وباش نقول لك علاش. الفصل 109 اللي استشهد به وحل الرساله تلقى حوره ما في بالوش بالتحوير الاولى. الثانيه الفصل 109 يتحدث على الاشتراكات. الاستاذ الفاضل بن عمران يتحدث على الاداءات. هي خطايا التاخير في الاشتراكات ما هيش نسامحوا في الناس في الاشتراك. اسمعني عاد خليك كمل. لا خليك كمل، ما خسيتش عليك. مش على كيس. لا مسيش خليه يوصل فكرته. سي زياد يا سي زياد يا سي زياد الفصل 10 هو قدامنا يرحموك. هو سيدي الفصل 10 اداء الضريبه الضريبه ذيك الكل اقراها الكل اي والتكاليف. وسامحني والتكاليف العامه واجب ستر الى غير ذلك. كمل على حسن التصرف في المال العام. اي ها وين مكتوب غادي الاشتراكات مش من العام. وتتخذ التدابير اللازمه. الاشتراكات لدى الصناديق ما هيش من العام. هي مساهمه من الاجراء ومن الاعراف. ايش بيه؟ ومن السادة. مش هي من العام. ما ينطبقش عليها محكمه التعقيب التونسيه افتت انها ماهيش من العام. عيشك. واثنين هنقول لك هي اشتراكات ليست مساهمات او اداءات. ما نخلطوش
علاش قلت لك صديقي فاضل بن عمران وزميلي نحترمه وكذا، اما ثم مغالطه في الموضوع او خطا، ما نحبش نقول مغالطه لانه ديما نختلط حسنيا. المساله الاخرى سيدي، وقت اللي نقولوا كلنا نهز وزن القفه مع بعضنا سيزيد، معقول انا صاحب السوابي العشرة، لكن انا وياك الزوز في المجلس صوتنا على قانون الماليه للفارط. انت صوت عليه؟ انا ما صوتش عليه. اي معناته الدوله دولناه وكذا، ثم 7.5 داس اثنين على المؤسسات الى يوم الناس هذا في الثلاثيه الاولى دخل 600 مليون دينار، كان يفترض يدخل 900 في عام، دخل في الثلاثيه الاولى 600 مليون دينار. ما هو قاعد المؤسسات تهز في ظل القفه، قولوا لا ما تهزش، نسكروا عينينا ما نراوش. في مخص المصالحه، في مخص المصالحه الصواب خليك انت كمل. ما قصيتش عليك، انا ما قصيتش عليك زياد، ما قصيتش عليك ميساج، نحترموا بعضنا ونتقدموا بالحوار، نتقدموا بالحوار. تفضل تكلم سلمون، كمل فتره ونتقدموا بالحوار. عايش نخص الموضوع نتاع المصالحه، ولو كان باش نرجعوا له قول لي باش نرجعوا له. لا احنا توا باش نمشيو الباقي المحاور فيما يتعلق بالمصالحه. فيما يتعلق بالمصالحه والله كي نقولوا لا فاسدين ومفاسدين بربي سامحني، ثم 1560 على ما يبدو قضيه نتاع موظف عمومي، موظف سمين عاده محال على الفصل 96. هالموضوع هذايا تعرف شنو انتج؟ خلينا نحكي لك حكايه زينه بربي كم ثلاث سمانه. في 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 بلاتو اخر منذ شهر انا وصديق محمد الهمامي قدامي، قلت له ثم صديق مشترك نعرفه من احنا صغار، كان معنا في الكليه في الحركه الطلابيه ولا مدير عام، ترقى ولا مدير عام. شاءت الصدف انه بعد 14 جانفي الوزير نعرفه مليح صديقي، قلت له فلان علاش وزيرك يروح بالمال نتاع الكهرباء بالموكاتارير الكل هذا بارافور الامضاء، خي انت وزملائك ما عادش تحبوا تصحوا ولا شنو الموضوع؟ عنده 18 مدير عام في الوزاره ما يحبوش يصحوا. قلت له كيفاش؟ قال لي شوف سيدي منصري، عايش خويا راه سي الباجي ربي يطول في عمره يمشي، وسي راشد يمشي، وصديقنا حما يمشي، وانت تمشي وانا عايط لي قاضي تحقيق. باش نقول لك شنو هي حجم المصيبه في الاداره التونسيه. الإدارة التونسية واللي هي إدارة وطنية واللي هي أنقذت البلاد في 2011 راهو هي أنقذت البلاد، ما قصش الضوء ما قصش التليفون وعملنا البكالوريا وعملنا الامتحانات وكذا إلى غير ذلك. لكن اليوم مكبلة، اليوم مكبلة، حد ما عاد يحب يصح ورقة. راهو كي باش نقولوا نتحدثوا عن التنمية لازم نعرفوا واش نقولوا ولازم نعرفوا واش نحبوا، لأنه إذا كان الماكينة الاقتصادية مكبلة من الإدارة معنا ما عملنا معنا ما عملنا في الموضوع هذا. مش بربي باش نقول حويجة تري سامبل، بربي الموظف اللي ما حط حتى دينار في جيبه نحكم فيه الوين؟ نحكم فيه الوين؟ في مخص رجال الاعمال الان في موضوع المصالحه باش نكون واضح، اي سيدي خويا دوري انا كسلطه عموميه سامحني نرد فلوس الدوله ولا نحط في الناس في الحبس في التشفي؟ دوري انا سامحني توانسة يلزم يعرفوا ونقول لهم الحقيقه، نرجعوا فلوس الدوله وهذا هو الاساس. وثلاثه كي نقولوا 5% خطيه على كل عام، احنا القانون وصل للمجلس ونشوفوا فيه تو. اذا كان نقولوا خطيه 5% على كل عام اللي يتمتع بالاموال هذه وبالامتيازات هذه، سامحني كي نحل المجله الجنائيه انا كاستاذ قانون نلقى الخطيه في سلم العقوبات. العقوبه هي اللهم ان نفترض جدلا ان نظام العقوبات وسلم العقوبات في تونس وقائمه العقوبات تتلخص في عقوبة واحدة وهي العقوبة السجن بالدارجة أو كما نقولوا احنا في القانون عقوبة سالبة للحرية. هذا هو الموضوع. إذا كان ترجع فلوس الدولة وتخلص الناس خطية عقوب مش مزيان، أما خير رجع فلوس الدولة أنا ما رجعهاش. وضوح. وثاني حل كما قلت لك موضوع الإدارة هذايا لازم نخرجوا منه، يلزم ترجع الماكينة نتاع الدولة تخدم على نسق عالي. أو باش نعطيك رقم. مدة سنوات فارطة وصلنا في وقت من الأوقات المشاريع المعطلة سيدتي حجمها مالي في المالية العمومية في الميزانيات متراكمة، المشاريع المعطلة بتراكم 12 مليار دينار. تعرف شي يا زينة قداش يعملوا موتو شغل؟ يعملوا على الأقل 150 ألف موتو شغل. لو كانت أمورنا لاباس ماشي تو لو اون في با دا بوليتيك افيك دي سي كما قالوا، أما باش يفهم الواحد ساعة لساعة الأشياء تعرف بالمقارنة.
بالمقارنه نفهم الموضوع كيف انه ما عادش ممكن تونس تكبر في مواردها في ادارتها في 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 بعد نقولوا الامور ماشي ماشي ما في تغيير الحال الامور ماشي ماشي لازم نمشيو حتى الامور نورجي نعم هو شي موضوع في الحقيقه دخل الموضوع اخر موضوع المصالحه كنا حكينا عليه موضوع المصالحه رغب نعم الموضوع المصالحه يعني الى حد الان هناك نقاش حول التعديلات ويبدا تم قد فيهاش نظر مش شبيه ولا مش شبيه انه هناك تاجيل حتى في لجنه الشيء العام يبدو انه تاجل اليوم الاسبوع القادم على اساس انه الكتل النيابيه الكتل ما قدمتش الاقتراحات حول, نقاش حول المبادره حتى بعد التعديل اللي حولها انه فيها بعض المسائل غير الدستوريه هذا اللي قال من بعض يعني حزب سياسي نرجع للموضوع الاساسي وهو بين قوسين سامحني نورجي مش نقص عليك مع العلم وانه عده جمعيات وفما بعض الاحزاب مش نظم مظاهره غدوه ضد قانون المصالحه نرجع للموضوع الأساسي وهو مسألة أنه الديمقراطية مهددة في تونس وهذه الجملة اللي جت على لسان رئيس الجمهورية طبعا هو الديمقراطيات في مرحلة الانتقال الديمقراطي وفي مرحلة تاع السن الانتقال الديمقراطي 6 سنوات تبقى دائما مهددة لكن خلينا نرجع شوية لتالي هو أنه خلال الفترة الأخيرة كل نتحدث عن مسألة أساسية وهو أنه تونس حققت يعني تقدما كبيرا في المسار السياسي لكن الحلقات الضعيفة بقيت في المسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي هذا كل الناس نعم البقاء يعني الحلقة الاقتصادية والحلقة الاجتماعية ضعيفة في الحقيقة هو اللي يهدد حقيقة المسار الديمقراطي لأنه الديمقراطية ما تنجمش تسند روحها إلا في ظل اقتصاد قائم وفي ظل هيكلة قائمة وفي ظل أيضا وضع اجتماعي مستقر لكن خلينا نرجع المسألة خلينا نقول أنا أنه ثم نوعية بتاع أرقام تقدم حسب كل لحظة في الفترات اللي نحبوا نبينوا فيها انه الوضع صعب نقدم المؤشرات السلبيه كما كنت تحكي تو على اساس انه الوضع خطير وارقام خطيره لكن ايضا في فتره معينه نقدم ارقام ايجابيه كيف نحبوا نقولوا انه الحكومه هذه تقدمت خير فتره خير عندنا ارقام ايجابيه صحيح عندنا ارقام البنك الدولي مش صندوق نقد البنك الدولي تحدث على اساس يقول لك انه راه بامكاننا نوصل سنه 2017 الى نسبه نمو 2.3% هذا قاله البنك الدولي يتحدثوا ايضا ارقام انه نسبه الفوسفات او انتاج الفوسفات في تونس تطور خلال الفتره الاخيره نتحدث ايضا عنه في القطاع الفلاحي عندنا تطور مهم جدا في صابه التمور توقعات حتى صابه حبوب كبيره يعني اليوم بركه وزاره الفلاحه مخرجه بلاغ على اساس انه صابه القمح باش تزيد نوع يقارب 36% مقارنه مع سنه 2017 في القطاع السياحي زاد نورتين في القطاع السياحي فما انتعاش يعني طبعا احنا لما نقدم هذه المؤشرات الان أنا أقول أن الوضع صعب جدا، نقول أن الوضع بصدد التحسن. الأرقام النجم نلعب بها في أي جهة. لما نحب نعدي أنا رسالة على أساس باش نمرر سياسات معينة على قاعدة أن الوضع الاقتصادي صعب، النجم نقدم والله أمورنا تعبة ورانا مهدين. لكن عندما نحب ندافع على مسألة معينة وأنه هذا يجب يبقى، نقدم هذه الأرقام الإيجابية. طبعا احنا يهمنا أن وضعنا الاقتصادي يكون أفضل. ويهمنا أن نتقدم اقتصاديا، ويهمنا أن نتجاوز كل العراقيل هذه. لكن في فهم هذه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية هناك فرق راه اليوم هناك من يعتبر أن هذه الإضرابات وهذه الاعتصامات هي التي عطلت الانتاج وهي التي عطلت التقدم في الاقتصاد وهناك من يذهب أبعد من ذلك أنه أيضا كتلة الأجور اللي سيرة وارتفاع الأجور كلها سبب في الوضعية هذه لكن أيضا هناك وجهة نظر أخرى وللمسألة تتعلق بمنوال تنموي قديم تتعلق أيضا بغياب رؤية اقتصادية لهذه الحكومات التي تلت وهذا هو النقاش أين يجب أن يكون نعم ونوردين حتى نواصلوا في نفس الاتجاه والخطاب هذايا ربما أبرز ردود الفعل اللي انتقدته وأنه ما كانش فيه حتى قرارات فيما يتعلق بمحاربة الفساد اللي يعتبر وأنه وقت اللي تحط القرارات في هذا المجال وقت اللي تتصدى للفساد والكلمة اللي قالوها تقريبا كل الأحزاب يستشري في البلاد وقتها تتحرك الدورة الاقتصادية ووقتها ترجع ثقة المواطن في الحكومة وفي السياسة سي عبد اللطيف كل الانتقادات على محاربة الفساد نقطة أساسية ذكرتها أنا الفساد قلت من أهم ما يهدد الديمقراطية هو الفساد والتهريب والإرهاب كذلك لكن النقطة الأساسية اللي هي تحمل كل الأزمة هي الأزمة السياسية اللي تعيشها البلاد اللي هي تعبر عليها أو رفعتها الأزمة الحزبية الآن عندنا مجموعة من الأحزاب تعاني أزمات الأزمات هذه تفرخ فيها إلى الخارج وما فماش حزب لهنا بتفاوت ما يعيش هالمشاكل هذه
وقاعد يأثر بدرجات متفاوتة على أداء الحكومة وعلى الوضع العام. النقطة الأولى. النقطة الثانية، بما تعرف بالانتهازية السياسية لدى بعض النخب السياسية اللي ما يهمها حتى شيء، يهمها ذاتها ويهمها المنصب الموقع وما يهمهاش الوطن. وهذه أهم وأخطر ما نعانيها الأزمة نعم الحزبية، وهي المحمل لهالمسائل. إيه ولكن هذا مش جديد، هذا مع كل حركات احتجاجية في أي مكان من الجمهورية نعاود نقولوا نفس الكلام. هذا بمعنى أن السلوك السياسي الموجود اللي هو المفروض يستحضر المنوال التنمية ويستحضر المشروع الوطني للأسف الناس اللي يقودوا فيه إما متأثرين أو هم يقودوا عندهم نزاعات ما هيش لصالح الوطن، نزاعات لربما تكون فردية أو شخصانية أو هذه مسألة هامة. الآن نشوفوا هذا في الأحزاب يعني، واغلب الاحزاب المؤثره ما تكونش هذه شماعه لتعلق عليها الحكومه ولا السلطه. لا هي الحكومه بنفسها تعاني، ربما العفو، هي بنفسها تعاني من هالمسائل هذه والاحزاب تعاني بنفسها، يعني حتى الاحزاب الكبيره هي تعاني من هالازمه هذه العميقه، وهذه تنعكس على هذه على الاداء، الاداء حتى في الاداره. الان انا اليوم نسمع مروح من الكليه نسمع في احدى الاذاعات على المواطن والنخبه السياسيه، هم يقولوا الطبقه، ما نقولش طبقه، الناس فدت، قالت لك هالناس هذا ما عادش نهار كله يتعاركوا ما همش كذا، يعني احنا نشعر بهالمساله هذه. وهذه هي اللي يعني احنا وقت نقولوا الناس هذا ما يفكروش في الوطن، بمعنى انهم ما عندهمش قدره باش يحلوا المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه، ما عندهمش المخيال السياسي اللي يساعد على تجاوز هذه الأزمة. وهذا اللي خلق أزمة ثقة بين المواطن وقت والسياسي. نتحدث على الفساد ولا نتحدث على أنا ما حبيش نتحدث على قضية المطروح اللي طرحها السيد الرئيس، قضية العفو إلى غير ذلك. الآن غدوة الناس هذا لازمنا نسمعوهم. لا يحل هذا القانون عبر المجلس راه. يعني هناك جزء كبير جدا من المجتمع المدني والمجتمع السياسي رافض المسألة هذه، والمجتمع العام لا يمكن المجلس الوطني باش يحل، يعني حتى افتراضا خذا قرار راهو باش يرجع بالوباد بشكل يعني مستقبل، لأنه هذا ما عشناه بعد الاستقلال، بعد الاستقلال ما حليناش قضايا أساسية قعدنا نعانوا فيها إلى الآن. سي زياد، محاربة الفساد. أنا قبل محاربة الفساد يعني ما مش نقول لك بعجالة ورجعت الوقت ما عادش برشا، مش نقول لك بعجالة الوقت ما عادش برشا. مشاكل الأحزاب تصدر وتنعكس سلبا على أداء الحكومة إلى آخره، هذا لا يستوي فيه الجميع. قلت بتفاوت. إيه لا مش بتفاوت، إحنا ما عندناش مشاكل صدرناها لحتى بقى. قلت بتفاوت. إيه مساج سعبتي. لا أنا بتفاوت في الأحزاب نقصد. إيه إحنا كأحزاب وكجبهة لم نصدر مشاكلنا لدوائر الحكم، واحنا ماناش في دوائر الحكم. بالنسبه للارقام، احنا راي الارقام هذه تقدم، معناها الارقام ليست هنالك ثقه كبيره في الارقام. مثلا احنا ما عاد الاحصاء قد منا في جانفي ولا ظهر فيفري ولا حاجه فك رقم حول الفقر، ونحن ابدين عليه احتراز وحبطنا بيان وقلنا راه هذا ما هوش دقيق. دونك المعطيات كل مره تؤخذ من جانب. وقت نحب نصور لك صوره انه الامور لباس باش ندعم الحكومة وكذا نقول لك لباس، هذا اللي كان يحكي فيه نورجي. وقت نجي مطالب الناس وقت نجي الاحتجاجات نجيبوا الأرقام الكارثية والكذا. نعم. وهذا ما يخليناش في ثقة تامة في التعاطي مع الأرقام. في مقاومة الفساد. يعني أنا اليوم نسمع في تصريح لأحد وزراء هذه الحكومة يقول نتحدث أي تونسي عندوش علاقة بالفساد. كل تونسي ضرورة عنده علاقة بالفساد. بالصغير والكبير. إيه سي سمير مطيب. يعني هذه شو نحب نقوله معناه؟ نحب نقوله شعب تونس كل فاسد؟ تشريع معناه شو نحب نقوله بالضبط؟ به احنا اليوم خلينا نتفق انه ثم ساعة فساد في المجتمع متاعنا ويمس مستويات المتعددة متاع وجودنا الاجتماعي في الإدارة في الكذافي، وثم ممارسات صغيرة للفساد هذاك بتاع معناها اللي يضطر ليه المواطن مرات، معناها يمشي يطلع مضمون يطلع مضمون يخليهم طيش ولا ما نعرفش كيفاش يضطر لك التحفتيرات الصغيرين هذوك. يعني احنا هذوكم اليوم نحبوا نقاوموهم، معناها يا ما نقاوموا ذيك يا ما نقاوموا شيء. لا احنا اليوم ازاء فساد كبير يمس توازنات اقتصاد تونس تماما. وقت نقولوا 50% من ولا اكثر من 50% من اقتصاد تونس هو خارج الاقتصاد الحقيقي. نعم الاقتصاد الموازي اللي يعطي مردود لميزانيه الدوله. هذا نحكيوا عليه.
دونك ما نرجعوش للحويجات الرقائق هذوما اللي تو من بعد كيف تتطور الامور وتجي المحاسبه الحقيقيه وتضبط الناس وتتعلم وتتغير الثقافه الى اخره وتستوي الناس. هذا شو اللي عملنا فيه؟ احنا ما نرجعوش نعمل شيء كبير. في حين انه السيد رئيس الحكومه وقت اللي طلع لنا في البرلمان او الوقت اللي جاي ياخذ في ثقه البرلمان قال المفسدين ما كانوا في الحبس وكانت الرساله، لانه الرساله هو قالها لكن ثم حديث اخر معناها يعمل لو رولي نتاع الرساله ويعطي معناها ينحي الشفره معناها على الخطاب هذاك ويسمي اسماء كانوا يقولوا لي هي باش تمشي للسجن، لم تذهب الى السجن. وهذا تحدي للحكومه هذه، يعني انت باش تقاوم باش تقاوم. ايوه ولكن فما خطوات صارت في المجال هذا. باش نرجعوا جزء من هذا الاقتصاد يدفع للدوله ولا مش باش يدفع للدوله؟ هذايا سؤال ما جابتش عليه الحكومه لحد الان. نعم نعم نور الدين فقط مازالوا لنا ست دقائق فقط نحاولوا باش نلخصوا بالله في نعم مازالوا لنا ست دقائق نعم نعم في موضوع الفساد وال عرفتوا علاش انا نقول لكم بعجاله؟ تفضل. نعم في موضوع الفساد وانه رئيس الجمهوريه ما تحدثش عليه او ما اعطاش مساحه كبيره في خطابه اعتقد هو مش فقط موضوع الفساد انه العديد من النقاط الاخرى المتعلقه بدور الحكومه اعتقد انه رئيس الجمهوريه كان الواحد يرجع شوي يشوفوا انه كان حريص جدا على احترام الصلاحيات اللي يمنحها ليه يعني الدستور حتى لا يتداخل مع يعني صلاحيات رئيس حكومه باش بعد ما يصيرش نوع من الجدل هاو دخل صلاحياته اعتقد يعني على الاقل شخصيا نفهم المساله من الزاويه هذه في علاقه بموضوع التسير كان عندك 30 ثانيه ما هو ثم ما نهار من نهارات ثم وزير في الحكومه جابوه قالوا او الرئيس تكلم في الموضوع الفلاني قال ماذا راه يتعلق بامن البلاد ومدام يتعلق بامن البلاد عنده الحق باش يحكي فيه اذا كان الفساد اليوم يتعلق بامن البلاد وانا عجبتني الفتوى ذي الفساد يتعلق بامن البلاد فما الباب اولى واحرى انا فهمت نفهم المساله من الزاويه هذه لانه ماهوش فقط في ممارسه الفساد انه في العديد من العلاقه حتى في اتخاذ اجراءات ذات طابع اجتماعي واقتصادي واعلان مبادرات اقتصاديه في علاقه بهذه المناطق التي تشهد احتجاج لاحظنا انه ما تحدثش عليها وافهموا المساله اقول جيدا افهم المساله من زاويه انه هناك صلاحيات دستوريه ربما انه ما حبش يجوزها. في موضوع الفساد طبعا هو احد الملفات الكبيره خلينا نقولوا انه الملف رقم واحد وهذا راه ماهوش فقط عند السياسيين ولا عند النقابين يعني حتى هو عنوان بارز من عناوين وثيقه قرطاج ومن عناوين برنامج يعني حكومه الوحده الوطنيه تقريبا مرتين حكى عليها السيد يوسف الشاهد. انا باش نرجع للمساله فقط نهار 10 ماي القى رئيس الجمهوريه الخطاب تاعه نهار 11 ماي اصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقرير على تونس في الحقيقة خلينا نقولوا أن التقرير كان أسود وقدم صورة يعني حول الوضع الاقتصادي وأيضا حول الوضع الاجتماعي وأيضا حول ما سماه هو الانغلاق السياسي في تونس. اللافت انتباه في التقرير هذا في ضمن نقطة من النقاط بتاعه هو يشوف أنه هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة دستورية المفروض أن تقوم دورها هي أنه يجب إعطاها أكثر صلاحيات وأيضا توفير اكثر ما يمكن من الموارد البشريه والماليه لهذه الهيئه حتى تقوم بدورها بالنظر الى خطوره ملف الفساد. اليوم انا في اعتقادي مقاومه مكافحه الفساد لا تكون فقط باجل انه واحد حطوه في الحبس. يعني ربما تكون ذات طابع رمزي هذا. انما شنو هي الاليات الميدانيه المباشره حتى انه تتم مقاومه يعني الفساد بشكل مستمر فهمت والنجم نقضوا عليه بشوي بشوي. نعم. سي المنصر. أنا راني كنت نجم نتبع زياد في موضوع الاقتصاد الموازي واتفاق تام حول ما قالوا اليوم لكن باش نلاحظ حاجة احنا في قانون المالية الأخير أنا شخصيا وعديد من بعض الزملاء قدمنا مشروع نتاع تنقيح في الميزانية وتنقيح للفصل الأول وهي أول مرة تصير في تاريخ تونس محاولة تنقيح الفصل الأول وقلنا قلت هاو حجم جديد نتاع الميزانيه وطبعا احنا كان الواب لازم كي تعطي اقتراح فيه فلوس فيه مصاريف وكذا لازم تعطي الموارد نظام الداخلي نص عليه واضح وقلت هاي الموارد منين؟ الموارد من الاقتصاد الموازي وهي طريقه الاستقلال وهو طريقه كذا الاشكال يا زياد هذوما النواب الممضين على مشروع التنقيح من الفصل الاول للفصل التاسع ما صوت معايا من الجبهه الشعبيه على المشروع هذايا الا ايمن العلوي من الجبهه الشعبيه وهذا كان مركز الفصل الاول يكاد يختزل موضوع الموارد
في موضوع الاقتصاد الموازي. سامحني يزيد ربي يحفظك، مهم جدا بسرعه لان وقت البرنامج انتهى. مهم جدا، مهم جدا، معك 2000 حق وبشكرك. علاش تخجنية هي حكايه الاقتصاد الموازي في تونس؟ بربي خلينا بس في ثلاثه جمل. تي ما ما ثماش تنميه في الجهات، تي ما ولات كونتر وتهريب، ما ولا ارهاب، ما ولا كذا، وتتعاظم لأن الدولة ما تحملتش مسؤوليتها في الموضوع هذا، حكومات متتالية ما تحملتش مسؤوليتها في الموضوع هذا، ولكن أنا كما قلت لك زياد الجبهة الشعبية أيضا ما تحملتش مسؤوليتها معنا في هذا. قل فيها ما تفوتش هذاك العمر. مثلا لا تتعلق فيما يخص الأرقام برضه، فيما يخص الأرقام. لا لا منذر خليني أكمل عاد. راك ما صوتش معايا دونك أنت ما تقاومش في هذا. لا 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 مش هكا، لا مش هكا الموضوع مقدم. هذايا كان يقنن، هذايا مشروع، هذا مشروع تلقيح للفصل الاول من قانون الميزانيه، يقنن الاقتصاد الموازي ويرجعوا تحت سلطه الدوله وسلطه القانون. برنامج البنك الدولي راه طرح برنامج كامل وصار في تونس بدون تنازل. باش نقول حاجتين صغار بسرعه المنظر لان وقت البرنامج انتهى. فيما يخص الارقام، احدى القرارات الاساسيه اللي وردت في خطاب رئيس الجمهوريه هي مسألة احنا عندنا سنين نعرف عليها ناس كيفيه، وحتى زياد زاد بنك الجهاد تو جي وقتهم فسروه كذا. انا باش نقول حاجه في الانتخابات المبكره وهي مفصليه في السياسه. احنا شنو ما بيناتنا كتوانسه؟ لا دوله وعلمون ودستور. دستور بمعنى هو دستور مسالتين اساسا، هو نص يضبط العلاقه بين الحاكم والمحكوم، وهو نص يضبط العلاقة بين مختلف السلطات. هذا نقروه في كلية الحقوق في العالم. وثم حاجة ثالثة وقت اللي نعمقوا الدراسات القانونية نقولوا راهو الدستور هو نص أيضا يسمح لاستيعاب الأزمات السياسية. ها باش نقول حاجة تو في الانتخابات المبكرة. هذا الدستور لا يسمح بانتخابات مبكرة إلا في حالة واحدة. أنه تبقى الحكومة حسب الفصل 99 فقرة 2 تبقى الحكومة البلاد بدون حكومة مدة 4 أشهر. في حالة الوضعية عدم الاستقرار هذه يزيدوها 4 أشهر أخرين. خلينا نقول لك حويجة واضح واضح كمل به. انتخابات مبكرة، تحبوا تعملوا انتخابات مبكرة خارج دستور؟ ما قلنا لكم راه الدستور هذا يلزم فيه ما يتروشك، وراه حقيقة فيه ما يتروشك. قلتوا لي هذا نتكلم عن الدستور، نحلوا الحوار. سامحني زينة، نحلوا الحوار حول هذا باش يكون أكثر سلاسة وباش يتقرس شوية بالدارجة نتاعنا، ونجموا نروشكوا الموضوع ونولوا وقتها نجموا نمشيوا لانتخابات مبكرة. في ظل الدستور الحالي غير وارده الانتخابات المبكره. دقيقه فقط سي زياد للاجابه ونختم البرنامج. ورئاسه الجمهوريه خلت تونس ظهر لي تقريبا بلاش حكومه صيفيه كامله، معناها مش مشكله معناها. انا اعتبر انه لا لا مسالش عاد، الوقت انتهى سي المنظر، سي المنظر الوقت انتهى. الحكومه الوحده الوطنيه خلت تونس تقريبا بلاش حكومه، ما صار حتى شيء وما تقلقتش تونس برشا. اما احنا اليوم اليوم احنا عارف شو قلت حاجه احنا اقترحنا هذا واحنا نعتبر خطاب رئيس الجمهوريه حتى هو اليوم من يتحمل مسؤوليه اداء هذه الحكومه، وكل النقد في القادم الايام سوف يوجه له هو راسا. مش عبد اللطيف سي المنظر، سي المنظر يعيشك سي المنظر. الوقت انتهى، ما تسمعش الاسود. لا الوقت انتهى سي المنظر، سي المنظر. في دقيقة كلمة السياسيين والفاعلين السياسيين رفقة بهذا الشعب، رفقة بهذا الشعب. يعني من الضروري أن نتجاوز الكثير من القضايا. ألمانيا وقت بعد الحرب العالمية الثانية دمرت تماما، اليابان دمرت تماما، الانتقال الديمقراطي بتاعها بدا عام 45 كبقية الدول بتاع كذا، وتمكنت في وقت وجيز بفضل نخبتها السياسية وبفضل سكانها أو شعبها من تجاوز الكثير من الصعاب. نحن الآن في فترة ما نقولش خطيرة ولكن حساسة، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الداخلي، ولا بد أن نعمل جميعا في الحد الأدنى من أجل كما عملنا في الحوار الوطني. علاش عملنا نجحنا في الحوار الوطني وما نجمناش تو، أو علاش ما ننجحوش تو؟ نعم، شكرا لك سي عبد اللطيف الحناشي، شكرا لك سي منذر بالحاج علي، شكرا لك سي زياد الأخضر، نور الدين المباركي شكرا لكم. نتقابلوا مع السادة المشاهدين إن شاء الله الأسبوع القادم في عدد جديد من برنامج في أسبوع وموضوع جديد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تصبحوا على خير.